الأهلي يهدر فوزا مؤكدا الشوط الثاني ويكتفي بالتعادل مع بيراميدز 2-2. كابتن شريف، تعادل من وجهة نظري غير مستحق. لا غير مستحق، بس في حاجة غريبة جدا النهاردة، من حتى لما احنا دخل فينا الجون يا كابتن قلنا مش مشكلة، يعني احنا احسن، احنا انتشارنا في الملعب جيد، هنستخدم الكارت الاحمر اللي حصل والزيادة العددية، وكانت لينا السط، وكان الهدف تعادل في اسرع ما يمكن. مفيش احسن من كده سيناريو، مفيش احسن من كده انتشار للعيبة، مفيش احسن من كده عرضيات، الى ان التغييرات حصلت وجبنا دون الاسترسال في بقية الاحداث، يعني في الاهداف الضايعة كلها جبنا هدف وبقينا متفوقين، وفجأة احنا كلنا واحنا قاعدين تنبأنا بان الملعب مفتوح واللعيبة مفيش تنظيم بالنسبة لهم، مفيش ادارة في الملعب، لعيبه بتنزل ولعيبه بتخرج، وحاسين كده ان الماتش بقى مباح، هنا ممكن يجي جول وممكن هنا يجي جول، مع انك انت كان ممكن بشيء من التنظيم القليل جدا في الصفوف واللعيبه نفسها من نفسها، يعني تصرف طبعا الهدف اللي احنا جبناه في نفسنا، يعني ما هم ما جابوش فينا هدف، احنا اللي جبناه في نفسنا، يعني تصرف غريب شويه يعني. ف يا رب يكون لينا الاثنين بونت اللي احنا فقدناهم النهارده دول، يعني دول اكتر من اثنين بونت، انت يعني كان المفروض تبقى معاك ثلاثه بونت، لا انت فقدت اثنين بونت، ف يا رب يكون فيه يعني تبقى علامه ربنا مجهز لنا حاجه احسن باذن الله قدام المباراه دي، ودرس درس في الكوره كبير جدا، واحنا كلنا واحنا قاعدين انا بكرر قلنا بهذا الشكل والكوره اللي جت في العارضه بعد كره العارضه ما اعرفش ايه، احنا ياما عدت علينا ظروف زي دي في الملعب، وكنا مش بنتعادل بس، كان بيبقى احنا ضاغطين 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 ونتخطف في جون في الاخر، فالسيناريو مش هقول يعني وحش قوي لا، انما لازم اللعيبه تاخد بالها بعد كده وتحافظ على الاداء بتاعها وتحافظ على الكيان، ويبقى في تركيز اكتر من كده في المراحل دي، يعني خلاص فرقه ناقصه واحد وانت كسبان متقدم وتقدر تروح عن طريق الاطراف بسرعه. مفيش حاجه حصلت في الملعب غير عدم الالتزام بالتمركز وعدم الالتزام بالضغط على فرقه بيراميدز، فرقه بيراميدز سلمت خلاص، يعني انت اللعيب بيستلم الكرة واللعيب بيروح عند الجون يحاول بس يعمل اي حاجه، فبيلاقي الكوره تعدي من حارس المرمى فيمد رجله ويجيب جول، يعني سيناريو غريب جدا لا يصدق، يعني خدت بالك، يعني لو كنا بنتكلم في الكوره يمكن ربنا احنا بقول عامل لنا حاجه احسن من كده باذن الله، وهارد لك للاثنين بونت دول، نتمنى ان يكون مباراه فيها درس كبير لينا وللعيبه وكلنا، يعني مش اللعيبه بس، يعني والاجهزه الفنيه وكل الناس الموجودين، وهارد لك يعني الكوره فيها كده وفيها كده يعني. كابتن اسامه، فوز غالي جدا ضاع من نادي الاهلي الشوط الثاني. ما فيش شك، احنا كلنا قلنا الشوط الاولاني يعني الامور كانت رغم السيطره كانت للاهلي، لكن الامور كانت ماشيه فيها توازن بين الفرقتين، الخطوره كانت قليله من الفرقتين، الطرد اللي حصل لدونجا كلنا يعني تفائلنا جدا وقلنا انه يعني بنسبة كبيرة جدا النادي الاهلي هيكسب، وحتى السيناريو اللي اتعمل في بداية الشوط الثاني كلنا اتفقنا عليه وقلناه انه مستر موسيماني هيشيل حمدي فتحي، وتحديدا قلنا حمدي فتحي مش عشان حمدي كان اقل من السولية وديانج، ولكن كان عنده انذار وكان متوتر، يعني كان عصبي شوية، كان ممكن ياخد الانذار الثاني وما كانش ليها لازمة بقى انه يلعب بتلاتة في ارتكاز، ونزل حسين الشحات ناحية اليمين والامور، وابتدى ضاغط جامد جدا من قدام لانه التانيين ناقصين وطبيعي انه هيلموا خطوطهم يعني ويلعبوا على هجمات مرتده، لكن اتفاجئنا طبعا بالهدف رغم ضغط الاهلي دقيقتين ثلاثه الاولانيين، رمضان عدى ولعبها لابراهيم عادل حطها من تحت رجل الشناوي، يعني فيها عدم توفيق شويه، ولكن الاهلي سريعا جدا تعادل، ودي كانت اهم حاجه انك اتعادلت بسرعه جدا، فكانت الامور خلاص، حتى الدوافع عند لعيبه النادي الاهلي عليت جدا،
وابتدت اكتر من كورنر وكور خطيره، حتى علي معلول تحرر الشوط الثاني وابتدى يهاجم. طاهر اداؤه اتحسن جدا من ناحيه الشمال عن الشوط الاولاني، وقدر يعني يعمل كره هايله اللي هي بتاعه الهدف، لعبها بالعرض وعدى من الشمال قفشه وتابع حسين الشحات. بعديها اكتر من هجمه من ناحيه الشمال، تحديدا من ناحيه معلول وطاهر، لكن حتى كمان عدم توفيق علي معلول، مش من عادته يضيع ضربه الجزاء، ولكن في امور كده في الكره بتحصل تحس تخوف شويه. ضربه الجزاء ضاعت، لكن برضو جبنا جون. هي بقى النقطه هنا بعد الدقيقه 80 بعد ما احنا جبنا الجون الثاني، برضو اللعب فضل مفتوح قوي، يعني زياده عن اللزوم، رغم ان عدد لعيبه بيراميدز كان قليل قوي، يعني هو رمضان صبحي وكان ابراهيم عادل قبل ما يطلع، ومناوشات كده يعني واحد او اتنين على اربعه خمسه مدافعين، ولكن الملعب اتمط قوي، يعني بقينا الملعب مفتوح قوي بين خط الظهر لغايه قدام لغايه شريف، بقت يعني رغم ان احنا قريب نجيب الثاني والثالث واكتر، بس برضو كانت هجماتهم رغم قلتها كان فيها ريحه خطوره، يعني احنا احساسنا ان الماتش انتهى. وطبعا كره العارضه برضو من الحاجات اللي فيها عدم توفيق، صلاح محسن لف وعملها كويس قوي، بس طبعا الهدف الاخير خلي بالك الكره فيها برضو عدم توفيق، يعني الماتش انتهى وما هم لهمش خطوره كبيره وعدم توفيق من الشناوي اللي هو انا يعني ما يعني بعتبره اللاعب رقم واحد في النادي الاهلي تقريبا في معظم المباريات، شالنا كتير جدا 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 جدا، ولكن ما فيش شك ان هذا الهدف هو خطأه، يعني رغم ان رامي رجعها له، بس دي بتحصل مع كل حراس المرمى. هو المشكله ان هو كان باصص لفوق، يعني هو ما كانش مركز مع الكوره فبيحط رجله عدته، ما كانش واخد باله بقى ان إريك تراوري جه تابع، بس دي عدم توفيق كبير. يعني انا برضو مش عايز احمل نفس اللعيبه ولا الجهاز ولا كده يعني بدرجه كبيره، لانه الكوره فيها عدم توفيق برضه. يعني وفي جايه في اخر دقيقه الكوره ميته يعني، فهارد لك وان شاء الله نعوض في المباريات الجايه يعني ان شاء الله. كابتن عادل، السيناريو غريب جدا شفناه وعشناه الشوط الثاني، بدايه من هدف مبكر لبيراميدز، وبعدين رجوع النادي الاهلي مباشره للمباراه و حسين الشحات احرز هدف، وبعدين سيطره ميدانيه بالكامل للنادي الاهلي، وتيجي ضربه جزاء، وبعدين تضيع ضربه جزاء تجيب جول، والكل خلاص كان مستني ان انت تزود الغل، ولكن طيب تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. خلينا نتكلم في ثلاث نقاط. اول حاجه اللي يضيع يلاقي، دي كره القدم، هتضيع اجوان هيدخل فيك اجوان، مش هتجيب هيدخل فيك، دي قاعده كل الناس شغاله بيها والعالم كله شغال بيها. لما يجي لك فرصه انك انت تستغل الفرص، انك انت تكسب واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، عشان لما يرجعوا بهدف زي ده يبقى النتيجه اربعه، النتيجه ثلاثه واحد. فاحنا اخطانا في الموضوع ده، ده رقم واحد النقطه الاولى. الحاجه الثانيه، لما احنا بنتكلم دايما على خبرات لعيبه النادي الاهلي، لما توصل 2-1 ومطرود من بيراميدز 1 وفاضل 10 دقايق، والمفترض انك انت تتحكم في الجيم، ما يبقاش فيه هجمه خالص لفرقه بيراميدز، انت لعبت وهم لعبوا، الجيم كان في انفلات تكتيكي شويه في اخر 10 دقايق، دي حقيقه يعني، هجمه ليك ضيعها وهجمه لبيراميدز، المفترض ان هم بيلعبوا 10 في اخر 10 دقايق انت تخنقهم بالباص والتحرك فقط لا غير، امسك الكوره واشتغل باص، بس فين؟ في المنطقه المتوسطه مش في المنطقه اللي ورا. ده احنا بنقول للولاد الصغيرين لو في بنعلمهم في بدايه الكوره، نقول لهم التلت الاولاني نو ريسك، ما فيش ريسك في الكوره. انا بقول انقل، انقل، لكن ارجع الكوره بالشكل ده وفاضل دقيقه واحده، دي واحد. اثنين، الشناوي فكر في حاجتين وهي كرة جاية، عايز يسند وعايز يشيل، بس احنا مش عايزين نعمل الشناوي برضو، خلي بالك شالنا في اوقات كتير جدا، يعني خطأ من الوارد حدوثه. يا كابتن انا مش بتكلم على خطأ للشناوي، انا بقول لك على
السيناريو اللي المفروض ما يقعش فيه لعيبة كبار. احنا خلينا نبقى منطقيين، لازم نقول اخطأنا علشان نتعلم منها. اول حاجة اللي انا عاوز اقوله النهاردة، انت المفترض لما جبت الجون التاني كان لازم يبقى عندك انضباط تكتيكي في الملعب. ايه هو الانضباط التكتيكي في الملعب؟ انك تقف وتلعب على المرتدة رغم ان هما ناقصين، هما مش هيجولك لان هما ناقصين ومش قادرين، لكن انت فتحت الملعب زي ما هما فاتحين الملعب فجرتهم. لا انت خلاص خدت الثلاثة بوم، تقف بقى تشتغل في التمركز، هتجيب جون والتاني والتالت. اخر نقطة علشان نتفق ان الكرة فيها بدلك ومش يومك، انك انت ضيعت بنالتي وبعدين الكرة الاخيرة بتاعت صلاح. طيب ما الكرة الاخيرة بتاعت صلاح لو كانت دخلت كانت النتيجة تبقى، لكن هو دي الكرة. لو صلاح حطها لواحد، الكابتن شريف كان بيتكلم، لو حطها لواحد جنبه هيحطها اسهل. صلاح ولا محمد شريف؟ او شريف كان محمد شريف في العارضة ولا بتتكلم في العارضة؟ في العارضة محمد شريف. لكن في الاخر وفي بتاعت صلاح تتعلم. اللي عملها له كهربا، صلاح اللي عملها له كهربا. ما احنا قلنا هتضيع، هتلاقي خلاص كرة القدم كده. المفترض انك انت الاهلي اللي لما بيجي له فرصة يضغط لازم كان يضغط، لان الوقت اللي زي ده خلاص ما جبتش جون تاني، العب من غير ريسك بقى، ما تعملش ريسك ورا، العب اللعب الايجابي الامامي. دايما بيقول لك يا كابتن حافظ على كورتك في النص الهجومي، لما النص الهجومي هتحافظ على كورتك فيه الناحيه الدفاعيه تنضبط بتاعتك، لكن انت رايح هجمه وراجع عليك هجمه اخر 10 دقائق، مش كده، مش فرقه ناقص منها واحد يعني. المفترض كنا ثابتنا وقفنا كويس وتحركنا، ولكن خلاص قيس الموضوع، انت في سباق دوري زي ما احنا بنتكلم، ضاع منك بنتين. انا النهارده بقول بطعم الخساره، يعني التعادل بطعم الخساره، انا ده وجهه نظري، لان كان في المتناول الثلاثه بنت، وفي المتناول انك تكسب بيراميدز رقم كبير من الاهداف، لكن خلاص انتهى الموضوع. فكر في اللي جاي، انت كل ثلاث ايام عندك مباراه، لازم تبقى ايجابي. اللعيبه تتعلم لما تبقى عندها الفرصه ان تجيب جون تجيب واحد واثنين وثلاثه علشان تقدر يبقى عندها رصيد عشان تخرج من المباريات وتدافع كويس وتهاجم كويس. هو خلاص فعلا هنطوي صفحه مباراه النهارده، مباراه بيراميدز، وزي ما قال الكباتن كابتن بلال، النادي الاهلي الشوط الثاني كان الاقرب للفوز، ولكن زي ما قلت مع الكابتن عادل وكابتن شريف وكابتن اسامه برضو قالوا يعني المباراه كانت مفتوحه زياده عن اللزوم. بص، هو هارد لك للنادي الاهلي طبعا، يعني النهارده نقطتين خسرهم النادي الاهلي زي ما قال كابتن عادل من شويه، احنا الاحق بالمكسب النهارده. النهارده انت يعني فرص حقيقيه بالنسبه لك انت للنادي الاهلي الشوط الاول، الشوط الثاني تداركت الموقف وتعادلت بسرعه. مزبوط. عندك ركله جزاء ضاعت بالنسبه لك، ودي كانت برضه نقطه تحول في الماتش، قدرت تسجل بعديها ورجعت للجيم ثاني، مطرود منهم لعيب، قدرت ان انت تستغل مساحاته في بعض الاوقات وتخلق فرص، وده كان الجيد في مباراه النهارده. لكن اللي ما كانش جيد النهارده انك وصلت بيراميدز ان هو يلعب جيم مفتوح معاك. يعني انت فتحت الملعب، ابتديت تلعب، احنا شفنا فرقه النادي الاهلي بتلعب اخر يعني 15 دقيقه بتلعب من ال 18 ل 18، وده ما كانش ينفع انك تلعب بالطريقه دي وانت كسبان 2-1 وبتلعب فرقه زي بيراميدز خلاص اصبحت مش باكي على شيء. النهارده زي ما قلنا جونياس تاكيس ما عندوش مشكله، حتى لو اتغلب النهارده 3 4 من النادي الاهلي مفيش حد هيعتب عليه، مفيش حد هيلومه. راجل النهارده جاي اول مباراه لعب، يعني ضرب الفرقه تمرينتين، فالنهارده يشوف الشوط الثاني بيلعب بثلاثه بيضغط على لعيبه النادي الاهلي من ال 18، فده معناه ان هو الراجل خلاص مش باكي على حاجه. فكان من المفترض النهارده مستر موسيماني الجيم ما يبقاش مفتوح كده من يعني الشوط الثاني، لان خلاص انت بتلعب مع فرقه رمضان صبحي عنده سرعات، كان قبل ما يخرج ابراهيم عادل قبل ما ياخد برضه لعيب عنده سرعات، لما غير التغيير نزل احمد الشيخ، يعني على اساس انه عنده سرعات، وبعد كده نزل عمر جابر، كل اللعيبه اللي نزلها كلها لعيبه عندها سرعات وبتعرف تلعب كوره. هو استغل الحته دي، ابتدى يضغط، خلق فرصه واثنين، احمد يمكن ابراهيم حسن خلق برضه فرصه نفس الشوط الثاني، فما كانش من الواجب انك تلعب الجيم ده مع بيراميدز في النهايه. انت المفترض انك بتقفل بشكل كويس قوي، بتشتغل على المرتدات في بعض الاوقات وبتشتغل على الاستحواذ الاثنين، وعندك القدرات والامكانيات ان انت تعمل الكلام ده وبشكل هايل جدا، عندك لعيبه في نص ملعب عندهم امكانيات وقدرات عاليه جدا. النهارده الاهلي انا بشوف ان الاهلي هو اللي فرط في الفوز النهارده، يعني بيراميدز يعني زي ما احنا شفنا برضو يعني الاهداف
وضع طبيعي، يا بتيجي من جمل يا بتيجي من اخطاء. فالنهارده هدف من خطا، وده وارد في كره القدم، مفيش يعني ما الامر مش مستبعد يعني. خطا صعب شويه وفي توقيت قاتل جدا ما تقدرش ترجع في الماتش بعديه، ولكن وارد في كره القدم انك تخطا. يعني الشناوي يعني حارس متميز جدا، حارس رقم واحد في مصر، وانا بشوفه اللعيب رقم واحد في النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت دي كلها. وارد ان اللعيب رقم واحد يغلط، وارد ان يجي من اجوان، يعني كان ممكن تيجي من برضه من سنتر باك او تيجي من اي لعيب تاني، عادي جدا في كره القدم. لكن اللي مش عادي انك تسيب بيراميدز ان هو يوصل ان هو يروح لمرماك مرتين او ثلاثه في الشوط الثاني، ده ما كانش وارد. اللي ما كانش وارد وما كانش طبيعي بالنسبه لي ان مثلا موسيماني يسيب اللعيبه تلعب جيم مفتوح زي ما هي عايزه. يعني كل لعيبه النادي الاهلي النهارده الشوط الثاني كل واحد عايز يسجل هدف. اللي شفناه من محمد شريف زي ما قال الكابتن شريف من شويه، ان هو عايز، هو اللي عايز يسجل. صلاح محسن عايز يسجل، كهربا عايز يسجل، كل لعيبه النادي، مجدي قفش عايز يسجل. في اكتر من كوره للنادي الاهلي، خمسه مثلا على اثنين او ثلاثه، كل واحد طمعان ان هو اللي يسجل الهدف. هو ده اللي وصلنا ان احنا في الاخر ان احنا نتعادل. مباراه في المجمل ما كانتش سيئه فنيا للنادي الاهلي من وجهه نظري الشخصيه. انت تسيئت المباراه بكل شيء، يعني دفاعيا في بدايه الماتش كنت جيد جدا، لعيبه خط وسط الملعب بتاعتنا لعيبه بتأدي بشكل كويس، استحوذت بشكل كويس. يمكن احنا استعرضنا الاحصائيات ما بين الشوطين، الاهلي كان الافضل في الاستحواذ، الاهلي كان الافضل في السيطره. اي نعم هم سجلوا في البدايه، ولكن انت قدرت ان انت تعادل بسرعه جدا، وقدرت ان انت تحصل على ركله جزاء وسجلت الهدف الثاني، كان ممكن تسجل الثالث والرابع زي ما قال كابتن اسامه، اللي احنا اتيحت لنا فرص ان احنا نسجل اهداف. وبرده مشكله النادي الاهلي في كل المباريات انك بتسجل هدف والهدف الثاني بيبقى صعب عليك. تمام، لازم استغلال الفرص، استغلال الفرص يا جماعه. في مباريات لا تقبل الخصم، ما تقبلش انك تضيع. النهارده ماتش زي بيراميدز ما ينفعش انك تضيع فيه اكتر من فرصه. النهارده لما واحده تبقى لصلاح محسن والثانيه لمحمد شريف وكهربا يبقى عنده فرصه، و طاهر محمد طاهر في بدايه المباراه يبقى فرصه سهله جدا، تضيع كل الفرص وانت بتلعب برده بيراميدز فرقه عندها امكانيات وقدرات وتعرف ترجع في الجيم. اعتقد ده هيصعب الامور علينا بشكل كبير جدا. الماتشات اللي جايه ماتشات صعبه، ماتشات صعبه لان التوقيت، فروق التوقيت مش كبير، انت كل يومين هتلعب ماتش، فده هيصعب الامر عليك. محتاج ان اللعيبه تدخل في فورمه في التركيز تاني. يمكن احنا اتكلمنا قبل الماتش ازاي هترجع من بطوله، ازاي هتخرج من بطوله افريقيا وتدخل في بطوله الدوري العام، وده كان امر صعب جدا. النهارده انت بتلعب بيراميدز فرقه زيها زي الترجي التونسي، زيها زي الزمالك، زيها زي الفرق الكبيره. صح. فالنهارده انت ما قدرتش النهارده تخش الجيم برده بسرعه، الاهلي ما خشش الجيم بسرعه، ما دخلش الدوري العام بسرعه، لكنه قدر ان هو يرجع بعد تسجيل الهدف، قدر يرجع بالحماس بتاعه لعيبه النادي الاهلي. انت برده احتجت شويه وقت النهارده عشان تخش في الجيم. مظبوط. بيراميدز يسجل هدف، قدرت ان انت تعوض بسرعه. خد بالك سيناريو الماتش بقى لصالح النادي الاهلي بطرد اللي حصل. صح. بتلعب 11 ضد 10، فانا بشوف النهارده الاهلي فرط بشكل كبير جدا في مكسب النهارده، كان ممكن يحطنا في حته ثانيه. هيحط النادي في حته ثانيه لانه هتضغط على الزمالك زي ما اتفقنا، انت مكسبك هيخلي فرقه الزمالك عماله هي هو اللي بيضغط خلاص، ان هو يلعب ماتش جاي مضغوط. الاهلي بيقرب، عنده ماتش، عنده صعوبات برضه هو كمان. الزمالك برضه المباراه اللي فاتت كسبان بركله جزاء، كسبان بصعوبه جدا. النهارده لو الاهلي كسب هتحط ضغط شديد كبير جدا عليه. النهارده انت خليت بتعادل ده ان الضغط ينتقل على النادي الاهلي. يمكن انا تصريح سيد عبد الحفيظ فيه شويه زعل وشويه يعني، خلي بالك ده من الماتشات اللي تزعل. طبعا انا النهارده بصراحه يعني لما لاعب فرق كبيره يا كابتن ويبقى انا مسيطر وكسبان ويجي فيها جول بالشكل ده اتضايق، لازم اتضايق جدا. انا النهارده لما بتدوس على الفرق الكبيره، الفرق الصغيره بتخاف وبتقلق منك الماتشات اللي جايه، وخاصه ان انت خلاص داخل على مفرمه ماتشات، كل هتلعب 7 ماتشات في شهر تقريبا. فانت لما بتكسب الفرق الكبيره، الفرق الصغيره بتقلق منك. النهارده انت رايح سموحه هتلعبها في اسكندريه بعد نتيجه النهارده، هل هيفكر ان هو ينزل يدافع على الان منك، ولا هيقول لك الاهلي لسه لاعب مباراه من يومين، فهيبقى الاهلي عنده اجهاد فابتدي هاجم النادي الاهلي، هبتدي اضغط عليه. دي افكار انت، سيناريوهات الماتشات بالنسبه لك والمكسب هو اللي بيغير فكر الخصم بالنسبه لك. عارف يا بلال انا اللي مزعلني ايه قوي؟ ان احنا مش وحشين يعني. لا بالعكس، بص احنا بنلعب كويس يعني، وفي انتشار وفي حماس من اللعيبه وفي وجود للعيبه وفي لياقه بدنيه وكسبان. لا وتاخرت وعوضت بسرعه ودخلت جوه الجيم. ناقص الحته اللي كنا بنتكلم فيها كلنا دي، اداره المباراه حتى من جوه الملعب. يعني اذا كان الراجل من بره قاعد برضه انا شايفه بيزعق وبيعمل يعني، كان يعني هارد لك. وهو كان متعصب النهارده برضه يعني، كان واضح برضه ان حاسس موسيماني النهارده متعصب قال يعني، واضح ان حد حكى له السيناريوهات اللي حصلت السنتين اللي فاتوا دول، ان بيراميدز والمشاكل والحوارات اللي كانت بتحصل، وان يعني
القصص حد حكى له. فالنهارده واضح كمان هو كمان يعني انا اول مره اشوف النهارده مستر موسيماني وهو بيوجه اللعيبه يعني متعصب شويه، عنده متعصب شويه يعني حتى في الكورنر اكتر من مره بيزعق وبيزعق يعني في حماس زياده، ولكن مش ده مستر موسيماني يعني في الغالب احنا ما بنشوفوش بيزعق بالطريقه دي او متعصب بالشكل ده، هو دايما هادي يعني هو بيمتاز بالهدوء. النهارده في بعض العصبيه، وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، ان النهارده برده كانت هتبقى نقله مختلفه برده لمستر موسيماني لو كسب النهارده هتبقى انت يعني 100% من كل الماتشات الكبيره. صح. الزمالك بيكسب، الوداد بيكسب، الترجي بيكسب، كل سان داونز بيكسب. النهارده لو كان كسب بيراميدز كان اعتقد يبقى الراجل ده جاب الفول مارك من كل في كل المباريات الكبيره. صحيح. بالنسبه له مفيش حد لا في الدوري العام المصري ولا حتى في بطوله افريقيا حد قدر يوقف مستر موسيماني. فالنهارده ممكن يكون حته العصبيه دي بسبب حته زي دي برضه. انا النهارده راجل ماشي يعني بكسب بشكل بالطريقه 100% كل الماتشات الصعبه بالنسبه له ادارها بشكل جيد جدا، حتى مباراه النهارده ادارها في وقت كتير في وقت كبير بشكل كويس. صحيح. باستثناء ان انا بقول ان اخر تلت ساعه احنا فتحنا الجيم، مين هيسجل هدف؟ احنا منطقه احنا قاعدين بره واحنا قلقانين، يعني بتفرج على الماتش الجيم مفتوح بالنسبه للفرقتين مش مش الاهلي بس. أي. لكن الطبيعي الشوط الثاني اخر تلت ساعه الجيم يبقى مفتوح للنادي الاهلي بس، ما يبقاش مفتوح لبيراميدز. الطبيعي يا كابتن ان انت اللي بتقفل كويس قوي وبتدافع وبتقف في نص ملعبك وبتشتغل بزياده عدديه على كاونتر اتاك، هيبقى عندك كل مره 4-3 لان بيراميدز وصل ان هو في اخر تلت ساعه بيلعب 3-4-2-1 تقريبا. التكتيك ايه يا بلال؟ نعم يا كابتن. انك انت تلعب المدرب نفسيا اللي قدامك. طبعا. بمعنى انا لما اكون مطرود مني واحد ومتاخر بهدف فانا اللي هيحصل ايه؟ انا اللي ادافع لك فانت هتهاجم. بالظبط. كمدرب خسران صح خطوطك هتتفتح هتقدر انت وبالاخص انت عندك سرعات كويسه. أيوة. صح. عندك طاهر كويس تقدر تستغل. حصل يا كابتن عادل كره شريف وكره كهرباء. طبعا. فانت ليه تعمل الفعل؟ خليك رد فعل اخر 10 دقائق. كره القدم كده. والحاجه بقى المهمه الاهداف دي يعني اهي دي كانت هتبقى 3 وكان هيبقى 2 و4 يعني تقدر تقول اول ما تضيع جوان لازم هتلاقي. بس عايز اقول لكم حاجه في النقطه دي برضو خليك اهو يا كابتن. بص ماشي يا كابتن الكرة. ماشي يا كابتن عادل ماشي يا كابتن عادل بس انت برضو ما زلت انت المتقدم و2-1 ممكن يخرج الماتش 2-1 وانت برضو متقدم وكسبان، ولكن في بعض الاخطاء اللي لازم نتعلم منها حصلت في الدقايق الاخيره للشوط الثاني اللي هو عدم اول حاجه الباص مش سليم 100% التوسع الملعب مش كانش جيد، الكره رايحه جايه زيك زي الفرقه بالظبط، حتى الهدف ادينا اتفرجنا على الهدف، الهدف فيه يعني عايز اقول دي ما كانتش هجمه على فكره، ما كانتش هجمه خالص. هو يا كابتن انا بس قفشه النهارده معلش انا اسف باصي متاكد ان هي رايحه بس عادي كره عاديه. هاتها لنا تاني انا عايز اقول لك هاتها من كره قفشه اكتر واحد ماشي. انا بلومه في الجون ده عارف اثبت هنا بس اثبت هنا لحظه رامي ربيعه كان ممكن والكره جايه له لحظه بس لحظه عادل بص لا رجع كرة وهي جايه لرامي ماشي تاني خدها على بره يا كابتن كمل خدها على جوه ليه انا لا كمل 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 ماشي. اثبت وهي راح على رامي وشوف وش رامي فين الاول ماشي كمل كمان بس كده كمل جيب لنا في الكادر رامي جيب لنا في الكادر رامي كمل كمان رامي بصت لبره بس كده شيل الكرة من هنا لازم الكرة تشيل من هنا يا كابتن ايمن بعد اذنك انا ايمن مش معاك في دي ليه هقول لك ليه ده طبيعي في الكرة ان رامي لما تجيله الكرة كده يرجع للشناوي مع كابتن اسامه انا قلت لك هقول لك بس ان اتفرج على ايوه وجهات نظر ماشي. هي طبعا الباص الاول مجدي ما كانش واخد باله ان اسمه ده بيضغط كويس. هو قطع الكره هناك صلحها اعتقد الشيخ ماشي. ماشي الشيخ كمل ماشي اوكي هتروح لمجدي بص مجدي بيلعبها متاكد ان رايحه دي بقى اللي لازم يلف بيها ويخش جوه الملعب ماشي ماشي بس كمل بس ايا كان خطا بيحصل هو خطا في خطا لا معلش انا طبيعي جدا يحط لا طبيعي والله طبيعي انا عايز اقول لك حاجه يا اسامه انا ببعد الخطوره عن جولي حتى ولو تراوري بعيد قوي طب بس اكمل وقول اللي انت عايزه ماشي يا اسامه في كل ماتشات العالم الكره دي عاديه جدا 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 الراجل ومواجهه وبعيد وإيريك تراوري بعيد هو النهارده انا قلت الشناوي الرعيب رقم واحد في النادي الاهلي وشال النادي الاهلي كتير الكره دي طيب. هي خطا منه 100% طب يعني ايوه بس انت ما خدتش بالك من نقطه هو
الكوره بلغه الكوره معقربه الاولانيه غير كده تيجي الثانيه. بص يا كابتن عادل مريح يا كابتن عادل هي معقربه كابتن عادل انا عايز اقول لك حاجه اطلع لبره لا انا عايز اقول لك حاجه ولا حاجه كابتن اسامه انا عايز اقول لك حاجه مش معقربه في اوقات في الماتش مش المدير الفني بس اللي بيقرا الجيم طب هقول لك انت وانت لعيب في الملعب بتقرا الجيم جميل احنا انا قاري الجيم والفرقه دي ليها مواقف صعبه جدا معايا ايمن الموقف اللي انا بتكلم عليه طب هقول لك معقربه ازاي لحظه والنبي يا كابتن بعد اذنك اهي طب ادي واحده خلاص دي اتعملت لما راحت لرامي مش معقربه طب لحظه اديني بس اديني طيب وانا هكمل بس اوقف هنا مش معقربه اوقف هنا لحظه بص ايريك تراوري فين يا عم لحظه بس انا عايز افهمك نقطه يا كابتن عايز افهمك قول قول طيب بالظبط انا وجهه نظري فرقه بيراميدز عامله نتائج معاك صح. احنا لاعبين ماتشات وماتشاتهم معقربه معانا وماتشاتنا معقربه مع دي واحد انا وجهه نظري اتنين كده. عندك اول مباراه بتلعبه بعد رجوع 50 يوم وجايه من الترجي ماتشين ان انت محتاج ان انت تفتح ماتشات الدوري بمكسب فالحاجات دي ما تعملش ريسك رامي شيلها بره انا مش بلوم رامي انا ولا بلوم حتى ما بلومش الشناوي اقول لك لا بس انا لازم نخسر انا انت لو بتلوم فعلا انا هلوم مجدي قفش في الكوره دي هو البدايه مجدي قفش بص يا كابتن لا هقول لحضرتك وبعدين رامي وبعدين مفيش حاجه اسمها انا ما ببصش وانا بلعب الكوره دي رقم واحد انا النهارده الكوره جت لي في نص ملعب يا كابتن وانا البلاي ميكر بتاع الفرقه انا المفروض ان انا العين بتاعت الفرقه اطلع من هنا خالص الكوره اتلعبت لي يا كابتن هات الكوره لمجدي قفش بعد اذنك لازم يمشي من هنا خالص بص يا كابتن انا النهارده ازاي خد هو خش جوه الملعب عندي كل الفرص الطبيعي جدا دي تتلعب الناحيه الثانيه على الرايت باك الطبيعي ما تتلعبش بالشكل ده او يا بلالي خدها خش بيها جوه الملعب الدقيقه كابتن الدقيقه 92 وبيراميدز كابتن عادل الدقيقه 92 وبيراميدز 5 ضد 5 في منطقه جزاء النادي الاهلي الطبيعي هيبقى الاذر سايد الناحيه الثانيه فاضيه وانت بتتكلم في البلاي ميكر الكلام ده مسموح الكلام ده مسموح لمين يا كابتن معلش ممكن اتنين يصلحوا غلطه اللي هو قفشه الخطا الثالث كابتن يا كابتن عادل رامي وفي الشناوي كابتن عادل موجود. كابتن عادل طريق طريقه الخطا الاكبر بيبقى من اخر واحد يا كابتن انا هقول لك يا كابتن لا استنى يا كابتن بس انا ما بلومش انا ما بلومش انا ما بلومش رامي ربيع رامي ربيع شاف ان اللعيبه كلها بتلعب من رجل لرجل باص من رجل لرجل لا بص ثانيه واحده دي جايه له مش هيقدر يا كابتن دي جايه له دي جايه له مش من زميله ده مقطوعه من ايوه يا كابتن ماشي طيب. بس انت طريقه اسلوب اللعب يا كابتن ايماني معلش انت بالنسبه للستر باك بالنسبه للسنتر باك بتاعك اسلوب اللعب ماشي ازاي انك عملت باص من رجل لرجل من رجل لرجل من رجل لرجل فطبيعي جدا انه لما يستلم يا كابتن هيباصي لافضل واحد الجول الجول كده يا كابتن يا كابتن دي ما يتلمش لازم تطلع على طول يا جماعه دي لازم تطلع على طول بعد اذنكم بس خليه يرجعها تاني والاول رجعنا تاني يا عايز ارجعها قبل من اول بص خلينا نعدل اقول بس وجهه نظر دي على طول اقول وجهه نظري بس احسن اتفضل يا كابتن وارد الاخطاء في الكوره وارد اي حاجه طبعا مجدي طبعا ماشي خطا في التمرير مش ان هو يباصي مش ان هو خطا انه تقديره في التمرير غلط ان ما شافش الشيخ خلاص عادي جدا تحصل صح الموقف ده لما الكوره راحت لرامي اقف بقى هنا اقف 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 المسافه ايريك تراوري بره ال 18 دلوقتي 18 وحوالي 7 8 يارد 25 ياردة رامي المنطقي جدا في العالم كله اكتر 99% من لعيبه الكوره في العالم كله هيرجعها للجون انا تاني انا بقول اصبر يا ما ترجعش يعني مش عايزين نحمل حد لا انا مش بحمل انا مش بحمل احنا بنقول مين انتوا بتقولوا رامي يطلعها والراجل ضاغط عليه بنون بيقول له طلعها هناك طب بس اكمل معلش لا بيقول الشناوي بيقول الشناوي بيقول له طلعها هناك يا ريت بس يا ريت بس هو يرجعها ساعه لما بتتلعب لرامي بس يوقف بس هنا خلاص وديها لرامي يعني خليها ماشيه لرامي الراجل بيضغط عليه ممكن انا لو بطلع تخبط فيه لكن هو عمل الصح فتح للجون هو فتح زاويه التمرير للجون انا قلت الشناوي رقم واحد في النادي الاهلي في كل الماتشات تقريبا عادي جدا اجوان العالم كلهم ممكن يخطئوا فانا بقول ان الخطا الكبير جدا في الكوره دي مش من رامي عدم تقدير شويه من الشناوي وهو بيوقف الكوره وهي رايحه له كان المفروض هو اللي يطلع لانه اخر واحد وتراوري بعيد قوي ايوه طب الشناوي هنا يطلع بس هو فكر ان يوقف ويباص هو هي دي اللي كانت لحظه ايوه على حاجه دي حاجه سلمويه ايوه دي حاجه قدريه اخر كلمه اقولها في الجون في اللي حصل ده بص يا كابتن أنا من وجهة نظري الخطأ الكبير في الوقت مفيش وقت زي ده أيوة. ألعب هنا أيوة. وبصي أيوة. هنا أيوة. يبقى الخطأ في الثلاثة أيوة.
انا مش بحمل واحد خطأ. لا لا ما حملتش حد خالص. انا خطا اني العب في المكان ده وفي الزمن ده فاضل دقيقتين العب في الحته دي اعمل باص انا اعمل باص في النص الثاني. انا وجهه نظري ان مش المدير الفني بس اللي بيبقى عنده قرايه للملعب ولا قرايه للجيم. لازم انا كلاعب جوه الملعب ابقى عندي قرايه برضه. ولكن بتيجي من المدير الفني للمعني جوه الملعب. ما انت كمدرب عندك لاعب او اتنين بتثق فيهم حتى لو مش كابتن تيم بتثق فيهم في شغلهم. فانت بتقول له في الوقت ده مش عايز باص ورا هنا. ليه يا كابتن؟ انا لما بلال اتكلم وقال الاول حاجه قفشه انا دايما بقول ايه؟ خطأ الحارس اخر واحد ما بيتغطاش. سرد باك الخطأ ممكن الحارس يغطي بعديها. النص الملعب ممكن الدفاع والحارس يغطي. لكن هو الخطأ الكبير في الموضوع ان احنا مش عارفين الزمن اللي احنا بنلعب فيه. الزمن انت في اخر دقيقتين في المباراة هتاخد 3 بونت وتطلع المباراة. يبقى لازم تلعب. لو عايز تعمل الباص ده وتمسك الكره كويس لا في وسط الملعب لا في نص ملعب. لونج باص لو على الاطراف. لونج باص لونج باص. يعني انا حاجه بلال سماويه وقدريه. طبعا شكل الهدف هدف بصراحه لو تخيلنا ان احنا ممكن يجي فينا هدف بالشكل ده. اسبانيا يعني الكوره بتاعت اسبانيا اللي راحت الجون بيوقفها برجله دي وراحت دي بتحصل في مليون حته طبيعيه جدا وبتروح وشفناها كذا مره. انما احنا اسامه بنروح بنفس الشكل ربيعه بقى ولا قفشه ولا زي ما قال عادل المنطقه كلها مش عايز اقولها يعني احنا بنلعب بنستعرض في حته غلط. احنا بنستعرض الباص في حته غلط لدرجه ان انا شفت ديانج عند باك ليفت. ديانج مش هنا خالص. ديانج ايه اللي جابه في الحته دي خدت بالك والملعب فاضي. هو شكل ديانج بيلعب ليبرو من بعد ما كل احنا جبنا 2-1. شايف ان انا ديانج ده بقى عنده تمركز وبنون هو اللي بيطلع هو كابتن مين الرايت مين الرايت باك بتاعك لو تفتح الكادر كده كابتن بعد اذنك. الرايت بتاعك مش موجود اصلا. حسين شحات بعد نص الملعب. لا يا كابتن انا بتكلم كبوزيشن. لا من من اللي جاب هو حسين شحات. طب لا انت شفت كام واحد عند الكوره؟ عند الكوره عند الكوره. كابتن طالما حضرتك بتحضر بتشتغل انت بتحضر من رجل لرجل من رجل لرجل انت طبيعي يبقى لازم وقفتك تبقى صح. انت بتضيع وقت. انت بتضيع وقت. بتستغل وقت. بس تستغل وقت فين؟ ده مش انت الملعب مان. كابتن شريف الملعب مان. كل اللعيبه بتاعتك حتى بقت في حته واحده. انا بس عايز اقول ان الكوره وارد فيها الاخطاء زي دي. طبعا. فعشان كده انا بقول تمرير رامي حتى لو في الوقت ده تمريره طبيعيه. محدش قال حاجه. يعني انا اقصد ايه؟ اريك تراوري مش في قلب الشناوي في مسافه بعيده. بعيد قوي. فطبيعي اني ارجع له. عدم التوفيق حصل بقى مع الشناوي ده. بيحصل مع اكبر اجوان في العالم. عدم التوفيق جه في اللحظه اللي الشناوي بيوقف عايز يوقف وعايز يشوط عدت الكره من تحت رجله. خلاص دي بقى قدريه وعدم توفيق. استنى ايه اللي خلى ثاني عادل من خطأ ايه اللي خلى احنا واحنا قاعدين كلنا قلنا الماتش ده مش هيعدي على خير بعد كره العارضه قلقنا. كره العارضه بس ده كل الفرص اللي بتجيلك وشفنا في حاجه ثانيه. ملعب مفتوح واحنا قلنا ايه انا وعادل وبلاكو لازم نتقفل الملعب وانت وقمنا وقفنا وبقينا بنبص للشاشه وعدينا في خبرات في ماتشات زي دي كلنا. في حاله صح زي ما تقول مانجمنت يعني حاله الاداره لازم يبقى في لعيب زي قفشه كده ما عمل الباص والباص لا ده يبقى زي ما بيقول عادل داري ان ناقص دقيقه داري ان خلاص التايم اوت داري بتحركات معينه اللعيبه حطت كمان اللعيبه يعني ما اعرفش ما كانش يعني شكل اللعيبه كمان اللي بيطلع مكان ده واللي بيطلع مكان ده واللي بيروح ده ما كانش فيه التزام يا اسامه. ما كانش فيه التزام خالص في ال 10 دقايق الاخرانيين. فدي حسستنا احنا واحنا بنتفرج عدم الالتزام ده ان احنا ممكن نتعور ممكن نتخبط جول. وفعلا انت ما بتجيبش الناحيه دي والناحيه الثانيه صح. شكل الهدف بقى هو اللي يعصب. شكل الهدف صحيح. هو اللي مش طبيعي صحيح. شكل الهدف اللي خلينا بنتكلم كلنا مع بعض دلوقتي مش مصدقين. وقلنا لما جه كنا مش من الشناوي مش مصدق مش من رجع من الخصم مش من رامي. ايوه يعني اقول لك على حاجه ده هدف رجع الرامي لكلما انه يحصل في اي حته في العالم. بس يعني خلي بالك وجود المساحات يا جماعه من بدايه المباراه. يعني بص المساحات اللي في الملعب قد ايه من بدايه المباراه. عدم التزام بقى انت لا انت بعد الجول الثاني وجهه نظرك ان الملعب يتقفل شويه. كابتن دي حضرتك في الدقيقه كام؟ دي؟ اه الكره دي الشوط الاولاني
ده الشوط الثاني. ده الشوط الثاني يا كابتن. لا ده الشوط الثاني. دي في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 86. طب 86 يا كابتن، هل فرقة كسبانة 2-0 يبقى مثلا حسين الشحات بيقع لاعب ده هو عايز يستلم في قدام. انا فاهم قصدك، انا فاهم قصدك. بص الدقيقة 92 بيراميدز بيضغط 5 ضد 5، دي مش موجود، دي ما ينفعش تبقى في فرقة كبيرة زي فرقة النادي الأهلي 5 ضد 5 وهم عندهم نقص عددي كمان. هم عندهم نقص عددي، ايوه طبيعي جدا انت اللي يبقى عندك الزيادة العددية، ده طبيعي جدا. مزبوط. حتى لو اتقطعت، لو راحت، لو حد بيضغط، يعني وضع طبيعي جدا جدا ان انت دايما تبقى انت ليك الزيادة العددية. تمام. في خاصة في الحتة الدفاعية ما ينفعش يا كابتن بلعب 5 ضد 5 في ال 18 عند ال 18 بتاعة النادي الأهلي. طبيعي جدا لازم أقل حاجة 6 ضد 5. لكن انت النهارده كره زي دي، حتى كمان الكابتن ايمن يمكن عادوا لنا، انت النهارده بتتكلم في الدقيقه 86 وانت حسين الشحات طاير، علي معلول طاير من الناحيه الثانيه، عندك سنتر باك وقدامه ثلاثه من بيراميدز، طبيعي انها لو اتلعبت عاليه اللي هتتردد تروح لعيبه بيراميدز، وضع طبيعي جدا. صح صح تمام. كل لعيبه النادي الاهلي بتتجه ان احنا نجيب هدف ثالث. مظبوط. لا قبل ما اجيب الهدف الثالث حافظ على الجول، لازم احافظ على الهدف ما يجيش فيه هدف اول يا كابتن. طيب عموما تعالوا نروح نشوف مستر موسيماني قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. Yeah, obviously we're not feeling very good because وضوح واضح ان احنا مش كويسين، مش مبسوطين. We gave away the game in the last 2-3 minutes. يعني للاسف احضرنا الماتش في اخر 2 3. But if you ask me my honest opinion, سألتوني عن رأيي بكل أمانة. We never controlled the match. احنا ما تحكمناش في إيقاع المباراة. ما كناش عندنا سيطرة على الماتش. We played 10 against 11 against Esperanza. لعبنا كانوا 10 والترجي واحنا 11. On a very very stressful match. لا كان ماتش مضغوط جدا. And a very important match. كان ماتش مهم جدا طبعا. And we controlled the game. وتحكمنا في ايقاع الماتش. Tonight we could not control the game. نسيناش ايقاع الماتش للاسف. For few minutes left. اخر دقيقة كان فاضل كام دقيقة وللاسف سيبنا ايقاع الماتش، سيبنا السيطرة ليهم، ما كناش ماسكين. But you have to accept and move on in life. لازم نتقبل ونستمر في الحياة. It's football lessons. دي دروس بناخدها من كرة القدم. Because you have to, it happens to the big, to big teams. دي حاجات بتحصل لفرق كبيرة. But I'm not saying that we should not be saying, should not look at ourselves why we did not win the game. But you have to accept it also. طبعا ده مش معناه ان احنا مش هنعاتب نفسنا وهنوقف على الاسباب اللي احنا ما كسبناش فيها الماتش، لكن لازم نستمر. It was very very unfortunate tonight because we were very unlucky on two moments. للاسف كان ده سوء حظ، لان كان عندي سوء حظ في مرتين في الماتش، لحظتين في المباراه. With our two senior players. مع اثنين لاعبين كبار بالنسبه للفريق. علي معلول missed the penalty. علي معلول احضر ضربه جزاء. Our captain made a big mistake. وكابتن الفريق عمل خطا كبير. Last week الاسبوع اللي فات I saw my captain making a big save. شفت كابتن بتاعي كابتن in the first 10 minutes. صد مهمه جدا في اول 10 دقائق كان ممكن يغير سيناريو. And I saw Ali Maloul scoring a penalty. شفت علي معلول في الماتش اللي فات برضه سجل ضربه جزاء. But tonight it's not the same. لكن النهارده يعني النادي ما كانش نفس. And I spoke to the team. I said this is a test of our character. جيت مع فرقتي بعد الماتش قلت لهم ده اختبار لشخصيتنا. انا don't want anybody to blame to point finger. مش عايز حد يشاور باصابع الاتهام على حد من زمايلي. Because last few days we were happy we won and we were hugging each other. لان من كام يوم احنا فرحانين وكسبنا كنا بنحضن بعضنا. Tonight is very sad for us. النهارده طبعا في حزن، حياه حزن كبيره بالنسبه لنا. We need to stay together. برضه المفروض نبقى مع بعض. Because we have a long journey. لسه عندنا طريق طويل. Because it's a long road. لسه طريق طويل نكمله. So it needs a good spirit. لازم تكون روح كويسة. It needs honesty. أمانة. Trust. ثقة. And togetherness. ونكون برضه في كلنا مع بعض. Yes, we are sad. Very sad. طبعا احنا حزنة جدا. But it's part of football. لكن ده جزء من كرة القدم. I've seen the same mistake happened on the Euro. شفت نفس الخطأ. I think you just saw it now. It's not long. شفتها في اليورو في بطولة اوروبا، شافها لسه حتى بتفرج عليها شوية. Of the goalkeeper miscontrolling the ball. ان برضه حارس المرمى يعني اساء تقدير الكورة وفقد الكورة يعني. And a few days back also the same thing I saw a big player missing a penalty. وبرضه من كام يوم برضه في ماتش فرنسا شفنا لعيب كبير قعد ضرب جزاء. In the Euro and the whole nation collapsed. ودولة كاملة خرجت من البطولة اتأثرت بالبقاء.
it happens to the big big players. ودي حاجات بتحصل مع اللعيبه الكبار دايما. But we move on. لازم نكمل اهو ما نقفش عندها نستمر. Result of the game. It was better, especially in the second half. But I have a question regarding Kishinev, regarding Kishinev. How much carry against Moha? Yeah, we conceded the goal in the last minute because of him. And today the same scenario is the same question, the same mistake, the same, and we draw. Kishinev is the captain of the team, is a very big goalkeeper, but maybe. Because not have the bench a strong goalkeeper to make pressure on him. Because of that, he has confidence, overconfidence, so he's not focused with goal like that. Because I, as usual, many goalkeepers, Krami, Sabitzer, Batan, Schubert, many goalkeepers, maybe because I don't have, that doesn't have in the bench a big goalkeeper, don't make a pressure on the on scenario. What's the question? Because maybe we don't. What is your question? I'll hear you. What's your question? Maybe because the is not strong as Ashenev, because of that, yeah, Ashenev has overconfidence. Is it a question or just a statement? If you ask me, I will answer you. لو ده سؤال هيجاوب عليه. No, don't shake your head. لا مش موضوع شخصي. مش موضوع شخصي. Do the Ahly need a new goalkeeper stronger than I thought? Oh, do I need a new goalkeeper? And ask that you goal جديد. No, I don't need. I've got number one goalkeeper in Egypt. Coach, he played without any pressure on him. Chanel, maybe because the substitute. Only this match. الماتش ما كانش فيه ضغط بس الماتش ده حاجه لاست ويك واز ذا بريشر فور هيم اور نوت الاسبوع اللي فات ما كان فيه ضغوط عليه وكان بيلعب اوكي ذاتس ماي كويستشن مش موضوع شخصي يا فندم والله خالص سو تونايت وي بليم شناوي نو اي ستي وذ ماي وذ ماي جول كيبر هل هو يفكر ان هو يجيب حارس ثاني؟ يو ثينك انذر وان سبتيك بيكوز وي ميد ا ميستيك عشان عمل خطا يعني كان المفروض يجيب شوخه از نوت ذا فيرست وان ويش جول كيبر دازنت ميك ميستيك مين حارس مره في الدنيا ما بيعملش اخطاء Because when you're leading a play good and okay, I respect your opinion. أنا بحترم وجهة نظر حياتك رأيك. I stay loyal to Shenawy because he saved us so many times. أنقذنا فترات كتير. And I want you to ask me the same question. بس أسألك نفس السؤال. When we win, لما نكسب عليك تسألني نفس السؤال. You must ask me the same question. اسألني فلك لما نكسب. Shenawy will never be happy with you. At the beginning, he tells you very. It's okay. Ali is very good. Ali كان بيلعب ضد الزمالك كويس ولعب قدام الزمالك وانقذ ضربه جزاء بس الشناوي نمره واحد بالنسبه اوكي اند از نوت نمبر 1 فور علي مش نمره واحد بس للاهلي از نمبر 1 فور يور كونتري للبلد كلها للمنتخب مصر كله تمام للبلد كلها اوكي يور فريند شناوي يو ماست سي ذات تو هيم از نوت غانا بي هير از نو لونج يور فريند قلت لا شناوي هي دازنت وانت تو سي يو مش هيحب يشوفك لما تقول كده keep it to yourself don't say that ابو لحيك ما تقولوش حاجه زي كده if I'm Shenawy you can never be my friend when I made a mistake you're on top of me you must speak when I'm good خلاص بقى خلاص بقى تفضل في البدايه هارد لك congratulations for qualification for the final game ان شاء الله Ahly will win the 10th سؤالي بخصوص المباراه my question regarding the game دايما معتاد على الاهلي ومتعودين ان النادي الاهلي لما بيبقى فيه ضرب للمنافس هي وز ذا سكند ذا اذر تيم هاد جوت ا ريدي كارد وي ميك ا بريشر 2-1 للنادي الاهلي توداي وي ليدنج 2-1 طبعا ما كان في تراجع للاعيبه نوت بريس نوت بريس لايك يو هاد بيفور اند اوفر كونفيدنس بيكوز ذي يو فيل ذات يو وين ذا جيم از اوريدي وين ذا جيم ايه سبب ان الاهلي ما عملش زي ما بيعمل كل مره ميك اب اول ذا جيم اذر جيم اند اجينست اسبيرانس اند تو كونتينيو ذا جيم to score and third game and you're right tonight we never have the game in our hands accept it okay and it's part of learning ne but you're right play 4-3-3 sorry mister can you respect the press conference Can you calm down, please? I'm feeling very sad, more than you.
هو حزين عشان الماتش اكتر من حياتك يعني. Okay. لان ده دور هو مدرب okay. You are a journalist. For me it's my job. Okay. You will sleep tonight. I won't sleep tonight. انت تعرف تنام بالليل مش هقدر انام. Be a respectable guy. Come down. Respect. Okay, let's go. Can we see Afshar instead of winger playing in the midfield in the place number 8 in place of Hamdi or Salah? Afshar did not play as a winger. Hamdi Afshar played as a winger. He played as a winger. He played as a winger. He played as a winger. Afshar. You saw him. He played as a winger. He played as a winger. You see the against the other team. You see that the need to change the news. You have a new coach for Pyramids. Give them motivation and what to do. What do you say? The way to have a new coach for Pyramids. Give them motivation and make a good game because of that. To have a good coach. Well, I don't want to comment about Pyramids. I'm here to comment about my team. If Tyre scored the ball in the first minute, second minute, it could have been a different story. Okay. And Tyre got another chance. That was ruled offside. He normally scores from that area. He kicked it first time instead of controlling it. اول مره شوت على طول ما استلمش ولعب زي ما بيعمل. كان بين ديفرنت ستوري. كان الموضوع كان الماتش كله اتغير. في قال مارو سكوت بين ديفرنت ستوري. بس ذا ايفز اند شود هاف كود هاف ذي دونت ورك ان فوتبول. فوتبول از رياليتي. وات هاز هابند؟ وي لوست اجين. ايه لو كان حصل لو الحاجات دي ما بتاثرش في كره القدم، كره القدم بقت حقائق. الحقيقه ان احنا خسرنا. وي كان توك اباوت. وي كان توك اباوت شناوي هو از ماي فريند بس تونايت I think I blame him. We can talk about the tactics, that the tactics tonight were not good. Okay, it's the same tactics of Taraji away and home and Sundowns. We can talk about that, but it's part of life. And it's your job as a journalist. You must ask the other question. It's good, it's journalism, it's good journalism. You don't have to. يعني نتكلم في الخطط ونقول شناوي وحش، انتوا يعني طبعا صحفيين بس المفروض برضه تفكروا بالناحيه المعاكسه لما بنعمل لما okay. فكره انتقاد كابتن شناوي ممكن ضايقته شويه. اوكي سو وي ان جورناليزم يو دونت كومنت اباوت ذا بلينز ذات لاندد. المفروض ما نعلقش على اللعيبه، المفروض يو كومنت اباوت ذا بلينز ذات كراشت. معانا على سو تونايت كراشت النهارده الطياره وقعت، عندكم حق طياره الفريق وقعت النهارده. يو رايت شناوي تكتيكس ليك حق تعمل انت عايزه بقى تتكلم مع الخطط مع الشناوي وانا متفهم ده. شكرا شكرا. ثانك يو. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، شفت بقى ازاي من الناحيه الفنيه اداء النادي الاهلي خلال الشوطين؟ يعني انا من وجهه نظري ان النادي الاهلي قدم شوط هايل جدا 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 الشوط الثاني. مظبوط. احنا اتكلمنا الشوط الاولاني النادي الاهلي ابتدى كويس قوي وكنا متوقعين ان بيراميدز هينقل من تحت، فالاهلي ضغط من البدايه وفي الدقيقه 2 كوره لطاهر هدف سهل جدا، استلم حلو قوي بس حطها بغرابه فوق العارضه في الدقيقه 2، وبعديها على طول في الدقيقه 6 برضو الفاول قفشه ومعلول، واضح ان في اتفاق عملوا ان هم هيعملوا حاجه، واتلعبت بسن الحذاء كده من معلول لحمدي فتحي عملها بدماغه دي في الدقيقه 6 على طول. بص يا كابتن، الاحصائيات معانا بتاعت المباراه اللي طبعا نتيجه 2-2، ان نسبه الاستحواذ عند النادي الاهلي 57 مقابل 43 بيراميدز، التمريرات الصحيحه للنادي الاهلي 451 من 520، بيراميدز 343 من 405، التصويب على المرمى النادي الاهلي سدد 22 منهم 7 بين الثلاث خشبات،
بيراميدز 4 من 6 في الترتيب الخشن. لا ما هي كل الاحصاءات اللي هي في صالح النادي الاهلي، ولكن انا بتكلم بعد 7 8 دقايق الاولى ابتدت السيطره. بص كمان العرضيات 14 للاهلي، بيراميدز 4، كل الاحصاءات دي 8 2، فرص على المرمى 10 5، اهداف متوقعه بس احنا ما يعني في المجمل في المجمل احنا لينا في الاهداف اللي جت. ما انا يعني انا بتكلم في كل الاحصائيات هتلاقيها في صالح النادي الاهلي، استحواذ، عدد الضربات الركنيه، الخطوره على المرمى. مزبور. انا بتكلم على المجمل. أي. لكن الشوط الاولاني، عشان بعد كده نتكلم على الشوط الثاني، البدايه كانت كويسه قوي وكانت نشيطه وفيها خطوره، واربكناهم في اول 7 8 دقايق كان ممكن عايز اقول بس جول. بعد كده ابتدى بيراميدز يمسك نفسه، ابتدوا يسيطروا على وسط الملعب لان هم عاملين زياده بابراهيم عادل اصلا لعيب من نص ملعب، وحاطينه فيرويد ك يعني ايه وهمي كده. أيوة. يعني وبينزل كتير لنص الملعب وبيطلع على الاجناب، لكن ما بيلعبش كراس حربة تقليدي. وابراهيم حسن على الطرف اليمين، رمضان على الطرف الشمال، وثلاثة في العمق اللي هو طبعا دونجا قدام المدافعين، وعبد الله وإيريك تراوري قدام. دي الكرة الأولانية يا أستاذ. طبعا دي كرة اتعملت حلوة قوي من أكرم لديانج لطاهر، وطبعا أيمن أحمد منصور كان مغطي استلم كويس قوي بس حطها بعصبية قوي، دي تحط بالراحة زي ما السهم معمول على الارض بالراحه، كانت هدف. هو يعني بيشوطها بقوه جامده جدا، عايز يضمن انها تيجي جول. برضه الحته النفسيه برضه مؤثره جدا في التعامل مع الكره مع طاهر محمد. طاهر مفيش شك. فالكره كانت سهله يحطها على شمال الشناوي. بعد كده هم زي ما قلت لك عملوا في الشوط الاولاني استحواذ شويه، ابتدى يروح لهم في نص الشوط الثاني، ولغايه موضوع طرد كان في التحامات كتيره بين اللعيبه في نص الملعب، والخطوره تقريبا انعدمت هنا وهنا، يعني ما تحسش فرص قليله هنا وهنا. صحيح. الشوط الاولاني لغايه الطرد في الدقيقه 40، دونجا طبعا طرد مستحق يعني، ابتدى النادي الاهلي بقى ينتشي وحسينا، بس طبعا الوقت كان ضيق وكنا في كره كمان قفشه بس كان اوفسايد، لما رجعت طبعا شفناها اوفسايد. دي احلى كره اتلعبت. اتلعبت كويس قوي بس كان قفشه طبعا كان اوفسايد. فالشوط الاولاني تقدر تقول عليه كان ماشي سجال، يعني ما فيش تفوق واضح قوي للاهلي او لبيراميدز، يعني الخطوره كانت قليله والاستحواذ تقريبا متساوي او للاهلي اكتر شويه. الشوط الثاني بعد تغيير حسين الشحات بحمدي فتحي، وقلنا السبب ان هو غير حمدي فتحي ان عنده الانذار الثاني ومش محتاجين بعد طرد دونجا. ايوه. النادي الاهلي سيطر على مجريات، ابتدى ضغط قوي بس في هفوه برضو اللي كنا بنتكلم عليها، ان الخطوط كانت فيها بعد شويه. صحيح. نص الملعب كان تحس ان لعيبه بيراميدز بيستلموا فيه بسهوله شويه، في مساحات. يعني بعد ما طلع حمدي فتحي نص الملعب ابتدى الاستلام فيه بالنسبه لهم، رغم ان بيروحوا بعدد قليل. أيه. لكن رمضان قدر يعدي بواحده وعملها كويس قوي، بس يمكن ديانج لما تيجي الجون اللي جابه ابراهيم عادل، ديانج لو عنده يعني خبره اكتر في المكان ده كان خد خطوه لقدام قبل ما يطلعه اوفسايد، كان يطلع ابراهيم عادل اوفسايد على طول بسهوله جدا، بس هو حب يكمل معاه، فهو كان بيجري بظهره وبعدين عدل بوشه، كان ابراهيم عادل عدى وجاب جول. ابتدى النادي الاهلي بقى يسيطر بعديها، وجبنا الجون على طول وتسيدنا المباراه. وكلنا قلنا بعد 1-1 النادي الاهلي خلاص كسب. انا عن نفسي قلت الاهلي كسب المباراه. أي. لان التعادل جه سريع قوي، يعني ما تاخرناش في التعادل. التعادل جه في توقيت حلو جدا، يعني هم جابوا في الدقيقه 46 واحنا جبنا في الدقيقه 49. صح. سيطره تامه من النادي الاهلي. ده بص ضغط ضغط كان جامد جدا، لان احنا عارفين ان هم ناقصين بقى واحد. مظبوط. في كل الملعب يعني ابتدت ضغط، وهم ابتدوا يغلطوا في التمرير. صحيح. واستحواذ تام من النادي الاهلي لغايه لما جابوا الجون، وكان خلاص تسيد الاهلي الموقف واضعنا اكتر من فرصه. لكن هي النقطه اللي كان فيها مشكله شويه، ان بعد الجون الثاني فاتحين الملعب قوي. صحيح احنا السيطره لينا وهم مش شكلهم مش هيجيب جون، بس الملعب اتفتح قوي، يعني حتى لما لعب حسين باك رايت
كان بيتقدم كتير قوي لقدام ومش واقف متمركز مظبوط ناحيه الباك بعد ما جبنا الجون الثاني. كان المفروض يبقى في هدوء اكتر. برضو بالنسبه لديانج والسوليه كان يحصل تمركز في نص الملعب شويه. لكن يعني احنا كنا مستمرين في الضغط بعدد صحيح. كبير قوي الملعب اتفتح قوي. ده الجون اللي دخل فينا. هي دي بقى اللي بقولها لك. بص بقى ديانج ابتدى يكمل حتى من هنا. لازم من هنا. لازم خلينا من هنا. بص بقى اوريك بقى مين اللي بيجري في ظهر رمضان؟ مش هنايا؟ لا كده مش الصوره مش واضحه. الصوره مش واضحه. طب ممكن نرجعها واضح انه من الاول يا كابتن. نجيبها من الاول. هي كوره حمدي. الكوره دي كانت كورنر. حمدي كانت كوره ده كان كورنر يعني تقريبا. علي معلول. علي معلول. علي معلول. ممكن وعلي معلول اللي جاب الناحيه دي يا كابتن. فهنا اللحظه دي اللحظه دي يا ريت لا رجع قبل ما رمضان يباصي على طول. ماشي كمان دي بقى لا قبل لا ما تلعبهاش خلي بس في رجل رمضان. بس كده اظبط. انت عايز ديانج يروح. ديانج كمل زياده قوي. أيوة ديانج لو يطلع. لو قدر يطلع شويه كان ممكن تبقى صعبه يا كابتن اسامه. لا مش صعبه. هقول لك صعبه ليه. والله ما صعبه. هقول لك صعبه ليه. كملها بقى كملها. محدش يقدر لان رمضان معاه كوره وكان ممكن يكمل. ممكن ياخد قرار بدري كمان. والله كمان. طب ليه انت ما تقولش ممكن ياخد بقى قرار بدري كمان سنه. وطبعا يعني سهل ياخد لان الكوره في رجله مش بعيد عليه. ليه انت وطبعا كان في برضه طلوع بدري شويه من الشناوي وفاتح رجله زياده شويه. مع ان الشناوي من اميز الاجوان لما بيطلعوا بيقفل كويس بس هو يمكن كان رجله مفتوحه شويه. فعادل قدر يحطها من تحتيه. ويعني السيطره كانت لينا تماما. صحيح. بعد التعادل واضعنا فرص كتيره قوي ومباراه كانت سهله جدا. بعد الهدف الثاني وبعد الطرد طبعا وخلاص يعني النتيجه رايحه ان احنا نكسب كمان 3 و4. ايوه لغايه لما حصل عدم انا بقول رغم ان احنا كلنا اتكلمنا وحللنا الهدف الثاني بتاع التعادل لبيراميدز انه فلان غلط او فلان اخطا. احنا مش بنقول كده. احنا بنحلل الاحداث عشان نتعلم منها. لكن ايا كان في عدم توفيق برضه. طبعا يعني الكوره فيها طبعا عدم توفيق. يعني لم وارد ان لما قفشه وهو بيمرر يغلط. والد لما بتروح لرامي ويرجعها للشناوي انتوا بتقولوا يطلعها مره واحده. وانا من وجهه نظري بقول لا ان هو عمل قرار سليم. بس هو عدم التوفيق حصل قوي مع الشناوي وده موجود. صح. في العالم كله يعني. صح. يعني اكبر حراس المرمى في العالم ممكن يخطئوا في اخطاء صغيره. التوفيق من اول دقيقتين واخر دقيقتين. وبعدين كمان توقيت الهدف جاي متاخر قوي في الدقيقه 94 كان الوقت ضيق. لكن هارد لك للنادي الاهلي. انا شايف ان الشوط الثاني كان جيد وكان الفوز يعني سهل اضعناه يعني او راح من ايدينا يعني. فان شاء الله بالتوفيق المباريات الجايه نعوض. تعرف يا كابتن برضو يعني تحس ان لعيبه الاهلي مشدوده شويه يعني اثناء الماتش نفسه في عشان الخصم شويه. عشان طبعا عشان ظروف الخصم. ايوه طبعا عشان الخصم وعشان انت برضو متاخر وعايز تكسب وده بيراميدز وكل اللي وطبعا يعني طبعا السوشيال ميديا والاعلام كله بيتكلم على اهميه الماتش بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه كمان لبيراميدز. ففي شده في الاعصاب شويه. يعني زي ما قلت لك كده انت في بعض الاوقات سوء التصرف بيبقى من شده الاعصاب. مظبوط. سوء التصرف. مظبوط. يعني مثلا الكره اللي اتكلم عليها كابتن شريف بتاع محمد شريف لو هيفوتها انا بلعب قدام بيراميدز لو سجلت هدف في بيراميدز دي خد بالك حاجات بتبقى في اذهان اللعيبه في بعض الاوقات. صح. تمام زي ما قلنا العصبيه بتاعت مستر موسيماني الزياده النهارده شويه. تمام برضو انت بتلعب بيراميدز الاهلي بقى له يعني احنا مواجهاتنا معاهم هم تقريبا كسبوا 3 واحنا كسبنا هم كسبوا 2 واحنا كسبنا 1 وتعادلنا ماتشين عايز يكسب بيراميدز برضه وكمان نقطه بالنسبه له مهمه جدا هتوديه في حته ثانيه. بالظبط هو مسجل فيك هدف وهو مطرود منه لعيب ناقص فدي برضه تخلي المدير الفني يبتدي يفكر في سيناريوهات مختلفه وتخلي اللعيبه في الملعب برضه مشدوده شويه. والشده دي بيبقى فيها اخطاء في بعض الاوقات بيبقى فيها برضه يعني احنا برضه شفنا في بعض الاوقات الخروج عن النص التكتيكي النهارده من لعيبه النادي الاهلي. يعني في بعض يعني كان كابتن عادل اتكلم في القصه دي وقال ان كان في عدم انضباط تكتيكي. انا بشوف ان هي خروج عن النص في بعض الاوقات. لعيبه عايزه تسجل اهداف عايزه يبقى لها. بص اقدر اقول لك حاجه من الاخر الماتش خدهم. بالظبط. بالظبط الماتش خدهم. ساعات بتنسى سيناريو الماتش خدهم.
زي بالظبط زي ما بتبقى انت قلقان والجمهور يفضل يحمسك انت. أيوة. بتخرج من القلق والتوتر وبتخش في الجيم بالزبط. هو زي ما انت قلت كده يا كابتن الماتش خد اللعيبه وخلى ان حماسهم يغلب على الطبع التكتيكي في الملعب. يعني انا النهارده عايز عايز حماس بقيت متحمس جدا انا بلعب بيراميدز هم مطرود منهم لعيبه انا كسبان 2 يا كابتن عايز اجيب الثالث واجيب الرابع وكل واحد عايز يبقى ليه بصمه في تسجيل الهدف ويمكن هو ده اللي خلى الشكل في الاخر ان يطلع بالنتيجه اللي احنا شفناها دي. أيوة. النهارده انت كان ممكن توصل بالماتش ده لسيناريوهات مختلفه تماما. أيوة. انا كان ممكن نوصل ان احنا نسيطر ونستحوذ ونسجل اهداف وهم قاعدين بيلفوا على بيدوروا على الكوره. خلي بالك كابتن بلال برضو انا عايز اقول لجمهورنا النادي الاهلي لعب ماتش كويس قوي النهارده خصوصا الشوط الثاني. في بعض الاخطاء في بعض الاخطاء صحيح ورده الاخطاء مش عايزين نحمل لاعب بعدم التوفيق وارد عدم التوفيق يا كابتن ايمن عارف احنا بنتكلم ليه الاهلي عنده هدف لا هدف كبير صحيح والدوري زعل الدوري انت عندك هدف الدوري انت بتلعب على دوري عام مظبوط انت الناحيه الثانيه بيلعب على هدف انه يتعادل او يكسب النادي الاهلي هو ده يعني الفروقات كبيره جدا. ده كان اقصى اماله اقصى طموحاته الشوط الثاني انه يتعادل. ايوه ما انا بقول لك يا كابتن انت الاهداف مختلفه الهدف بالنسبه لك بيراميدز الزمالك الاسماعيلي المصري اي فرقه الهدف بالنسبه لك هو الحصول على الدوري العام تمام. الهدف بالنسبه للنهارده للبيراميدز انه يكسب النادي الاهلي هو ده هو ده الطموح بتاع بيراميدز في الدوري العام مصر 2021 هو مش عايز ياخد بطوله هو البطوله بالنسبه له نكسب النادي الاهلي فيتعادل مع النادي الاهلي النهارده برضو اصبحت بطوله بالنسبه له تعادل بيراميدز مع النادي الاهلي دي بطوله تحسب لبيراميدز على فكره ودي ممكن يحطها في سجلات صح. البطولات بالنسبه صح. لهم يعني انا يعني لان سيناريو الماتش احنا اللي زعلانين مظبوط انت اللي كسبان انت مزبوط. في الاخر اللي طالع بتسقف ومبسوط انك انت تعادلت مع النادي الاهلي برغم كم الفرص اللي ضيعها النادي الاهلي كم عدم التوفيق اللي كان النهارده في المباراه سيناريو الماتش ما يقولش ان احنا نتعادل على الاطلاق خالص. ابدا خالص. لو بتتكلم في ماتش كده كوره طبيعيه لازم الاهلي النهارده يخرج كسبان 5-5 يعني النهارده الفرص الحقيقه كابتن اللي جات للنادي الاهلي تخرج 5 لكن خلاص انت خرجت 2-2 فانت النهارده احنا زعلانين عشان انت كان عندك هدف ما قدرتش تحققه لكن الخصم الهدف مختلف تماما عنك انت خصمه بالنسبه لك هو تعادل مع النادي الاهلي هي دي البطوله بالنسبه له سيزون 2021 مش الخصم بس حتى المنافس ما هو يعني حتى المنافس برضه بالنسبه لك نفس الحكايه تعادلنا مع نفسنا الاهلي غير كابتن طبعا يعني انت اللي تعادلت مع نفسك مش كابتن الاهداف لما بتختلف الاوضاع بتبقى مختلفه يعني مظبوط انت اهدافك مختلفه تماما اهدافك غير كل الفرق احنا كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات يا كابتن ايمن بنقول احنا مأجلين الفرحه لما بعد النهائي بعد الحصول على البطوله اي صح. فرقه ثانيه بتكسب بتقعد تسقف وتهلل وتهيص وبتاع وبتعمل زيطه ولكن برضه في النهايه انا عايز اقول لجمهورنا وجمهور نادي الاهلي اولا جمهور النادي الاهلي جمهور بيفهم جمهور ذواق مش عايزين نحمل حد نتيجه الماتش قدر الله ما شاء فعل هو حصلت بعض الاخطاء ممكن تكون بعض الاخطاء فرديه ممكن تكون بعض الاخطاء جماعيه ممكن قدريه طبعا ان كان في نسبه توفيق عاليه جدا 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 في تعادل بيراميدز النهارده ولكن مش عايزين نحمل الشناوي حاجه يعني هو الشناوي يا ما شالنا ماتشات عايز تقول حاجه لا يعني اصل حته ان انا احمل اللعيبه وما احملش اللعيبه لا في ناس محمله اللعيبه دلوقتي لا لحظه يا كابتن ما الناس برضو بتحيي اللعيبه لما بتبقى بتكسب ماشي يا كابتن والناس بتقعد تهيص بص يا كابتن خلينا نبقى منطقيين المكسب دايما بيغطي على اي حاجه مش حلوه حتى لو تكتيكيا انت مش منضبط لو كسبت النهارده كان اللعيبه لعبت كويس والشناوي حتى لو اخطا وجبنا الجون بعد الشناوي بعد خطا الشناوي الناس مش هتسال لكن هو لاعب النادي الاهلي لازم يبقى عنده جلد وقوه وعارف انه طول الوقت لازم يكسب انت وان واي انت بتكسب بس انت نادي بتلعب في الدوري عشان تاخده تلعب في كاس افريقيا عشان تاخده مظبوط تلعب النهارده مع بيراميدز عشان تكسبها ماشي فاحنا بنقول ايه النهارده بنقول ان احنا النهارده اضعنا فرصه كبيره ان انت تكسب بيراميدز كويس قوي اخطانا في التكتيك في الاخر واخطانا ان احنا يطلع نتعادل مع فرقه ناقصه لاعب والفرقه دي المفترض ان انت كنت تكسبها 5 وضيعت من ايدك مكسب كبير طالما انت ضيعت من ايدك مكسب كتير يبقى انت عندك خطا لحظه بس نقف هنا في توفيق وعدم توفيق تمام صح ده اكيد جول التعادل في نسبه كبيره جدا طبعًا. جدا من عدم التوفيق توفيق خطا ماشي كابتن اي هدف في الدنيا بيبقى بص احنا بنتكلم على التوفيق دايما لما
لما بنتكلم على التوفيق احنا دايما نقول ايه نجيبها كده علشان ندي لنفسنا يعني عاوز حته صبر شويه او يعني مبرر شويه. بص يا كابتن، طالما في خطا يبقى في جون، مفيش جون بدون خطا. النهارده الجون اللي دخل فيك الثاني خطا، قفشه عليه لعب باص في وقت مش صح في مكان مش صح، راحت لرامي لعب باص في وقت مش صح وفي مكان مش صح، راحت للشناوي. بص الخطأين ده أول خطأين، راحت للشناوي أخطأ في التالتة الشناوي برضو. يعني أنت خطأ أولاني في الطايم اللي أنت المفترض أنك أنت ما تلعبش في الوقت ده في المكان ده، لازم تلعب الأمان قدام. واحد اتنين راحت لقفشة أخطأ، تلاتة راحت لرامي أخطأ، أربعة راحت للشناوي الأخير ماشي أخطأ كابتن. يبقى أربع يا كابتن لحظة بس، دخل جون ما تقوليش توفيق في خطأ. لا في توفيق وعدم توفيق طبعا. ازاي في توفيق؟ ازاي بس ازاي يا كابتن عادل؟ أيوة أنا توفيق في إيه؟ توفيق في إيه؟ إن يشوطها يقلش. لكن بص عدم تحضير من الأربعة اللي أنا بقول، من التلاتة اللي أنا بقول لك عليهم، عدم تحضير من ثلاث لعيبة في وقت ماشي. إحنا علشان نبقى كويسين دايما، النادي الأهلي دايما معلمنا كده، دايما نبقى واقعيين. لا احنا اخطأنا، الماتش الجاي هنبقى كسبانين 2-1 مثلا، هتيجي الكره في وقت زي ده انا متاكد ان رامي هيشيلها وقفش هيشيلها ومش هيلعبها في المكان ده، لان موسيماني هيقعد معاهم وهيقول لهم انتوا لعبتوا. هو قال في المؤتمر الصحفي، قال في الوقت ده المفترض ان الكره تبقى تلعب في الامان. هو اتكلم كده الراجل وقال لازم نلعب امان، واحنا كنا بنتكلم عن كابتن ايمن. لازم عشان التعادل والهزيمه لازم يبقى في تمرير، لكن احنا بنتكلم انه ما طبيعي طالما تعادلت او اتغلبت هيبقى في تبرير للاخطاء، ولكن احنا بنقول انه في عدم توفيق في بعض الفرص اللي جات لك اللي كانت ممكن تيجي مع الاخطاء اللي عندك في نص الملعب. قلنا الماتش اتفتح ان هم اخطاء اللعيبه ماشي. يعني انت بتكلمني على محمد ماشي. شريف ممكن يحطها للراجل يجيبها جول 100% ولا كوره صلاح محسن اللي كهربا نزلها له المفترض يستدي كده ويحطها في الجول كويس. يا كابتن خلينا طيب احنا بنحييهم لما يجيبوا جول يا سيدي ماشي. وانا خلي كابتن اسامه، خلي كابتن اسامه يكمل. انا بقول لك انه في اخطاء وانا بقول لك ما فيش اخطاء، وقلنا نص الملعب اتفتح قوي وخاصه بعد 2-1 في الدقيقه 80، حتى لو احنا زياده عنهم وكسبانين 2-1 ما يبقاش الاندفاعات دي وسيبنا مناطق الخصم ماشي. لكن انا بتكلم انه الهدف اللي يجي في التوقيت ده بالشكل ده في عدم توفيق موجود، يعني في عدم توفيق كبير. ده بيحصل في الكوره ساعات، جول حارس كبير جدا في العالم كله بنشوفها. انا مش بتكلم على نوع ماشي. الخطا يا كابتن ماشي افهمني كابتن اسامه، انا مش بتكلم ان اللاعب اخطا انه ساب الكره عامة. انا بتكلم على الفكر، فكر اللعيبه في الوقت ده ما ينفعش تعمل كده في المكان ده. الموضوع من الاخر يعني من الاخر انك واحنا ما هي دي النقطه اللي احنا مختلفين فيها. انتوا او انت او ايمن شايف كده ان رامي اخطا، انا مش شايف ان رامي أنا مش أخطأ. بتكلم ان رامي لا أخطأ. مش عايزين نحمل الخطا لحد، لا مقصودش بتكلم كله اخطا، مقصودش اخطا يعني أيوه. يعني احنا بنحملهم لا أيوه. انا بتكلم في احنا بنشرح الهدف أيوه. ان انتوا تقولوا انه يطلع الكره قدام أيوه. في التوقيت ده أيوه. لكن عادي جدا فوق الكوره ان انا ارجع الكوره لحارس المرمى طالما مش أوه. مش الضغط عليه مش عنيف قوي يعني. بص الضغط بتاعنا كان هايل، والكرة دي اللي هي بتاعت طاهر، الهدف ده الجول دي بتاعت طاهر. على فكرة طاهر الشوط الثاني تحسن أداء هو جداً. تحسن أداءه جدا الشوط الثاني عن الشوط الأول، هو لازم ما يقلش عن كده بصراحة. الشوط الثاني يعني. أداه بشكل كويس طبعا هدف جميل يعني، ومتابعة حلوة من أولاً قش عملها كويس ومتابعة حلوة جدا من الشحات هاي. طبعا وتوقيت الهدف كان رائع، انك على طول بعد ما هم جابوا الهدف بتاعهم بدقيقتين فيعني هارد لك، لان الشوط الثاني فعلا الاهلي عمل ماتش كويس يعني. صحيح صحيح. ودي كره ثانيه الهدف الثاني ده الهدف الثاني، هدف النادي الاهلي بنون طلع عملها براسه راحت 6-7 بس حلو قوي. لو كهربا 1 تاتش هايل، توقيت مناسب في زاويه كويسه قوي عكس اتجاه الشناوي، يعني بصراحه ولا احسن راس حرب. طبعا بصراحه طبعا حطها بشكل جيد
جدا وحطها عكس اتجاه عكس اتجاه الشناوي. اه دي جوانه جول حلو يعني صعب عليا جول بصراحه صعب عليا جول لان هو بطن رجله معروفه في الزاويه العكسيه وشناوي والمسافه قريبه فكان هيبقى رد فعل صعب جدا للشناوي. موفقه جدا موفق جدا من كهربا يعني تمام. كمان التحرك بتاعه هو اللي عاجبني اكتر صح. حتى كمان من الكوره بتتلعب ساعات انت كلعيب يبقى عندك الاحساس الكره ممكن تتلعب في الحته دي ممكن يعني تجيبها لنا تاني على الشاشه. بص الجاريه بتاعه الشكل العددي ده اي حد يجيب فيها جول. بص الجاريه بتاع الكهرباء خلاص انا بجري يعني هو خد الزاويه البعيده كويس صح. هو اتحرك كويس يا كابتن. التوقع ساعات بيبقى مفيد جدا جدا في الكرات اللي زي كده 21 فتحركه تحركه جيد جدا. التمركز غلط بتاع لعيب في التمركز غلط بس هو تحركه جيد كويس طبعا. الهدف ده اللي غير احمد خد بالك اي لعيب تاني ممكن ينتظر ان الكره ترجع لورا مظبوط يعني الكره هو شايف الكره اتلعبت فراحها الزاويه قريبه مظبوط. فاي لعيب تاني ممكن ينتظر ان الكره ترجع لورا عايز يستقبل بصدره ويشوط صح. لكن الاحساس برده ساعات بيفرق مع لعيبه او التوقع كمان بيفرق مع لعيب هو توقع ان الكره تروح الناحيه الثانيه فكمل تمام ورد فعله كمان الرياكشن بتاعه حلو بصراحه يعني يعني الكره اتلعبت حطها يعني حط بطن رجل فيها راحت الزاويه البعيده. انا كنت اتمنى بقى يجيب جون ثالث ورابع معلش هتعمل نتيجه والله يا كابتن يعني بص يعني كنا نتمنى بس انت خد بالك في نقطه مهمه لو خدت بالك كابتن ايمن يعني النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها ان كل لعيب عايز يبقى له بصمه في الحته دي النهارده لو ركزت مع مجدي قفشه كل كوره عايز يصور على عكس الماتشات اللي فاتت كان بيبقى عنده بالظبط عنده الفرصه انه يشوط ومع ذلك يلعب بيباص مظبوط. كره الجول هو شايف كويس حسين الشحات تمركزه فاض ومع ذلك هو برده حب هو اللي يسجل الهدف. الكره برده اللي بعديها اللي عملها بليسنج في البعيده كده برده حلو يعني ده شيء. انا بقول لك كابتن انت وصلت بتوصل احيانا ان الماتش نفسه بياخدك في سيناريوهات مختلفه شويه بالنسبه للعيبه والمدير الفني النهارده بس انا عايز اقول لك كابتن حاجه في كره الهدف لو تجيبوا لنا الكره بتاعه الهدف بتاع حسين شحات لما قفشه بيحط رجله وبيلعبها خلي بالك قفشه بالذات ايوه يقدر يحطها بس لحظه واحده امكانياته وقدراته وفكره اعطى الكوره بس انا مواجه للجول كابتن. طب بص يا كابتن الكوره ماشي يعني بص يا كابتن ما يقدرش يديها للشحات نعم تتقطع كمان تتقطع لا لا ما يقدرش يديها لشحات انا وجهه نظري يا كابتن بلال كابتن بلال وجهه نظري ده قفشه بيعملها وان تاتش اتفرجت عليها بص يا بلال هو كمان من المميزات بص اصل دي لو راحت لشحات ممكن يروح موقفها لك ما هو طبيعي انه يلعب العرض تاني هو عملها حلو لا هو عملها حلو انا ما بقولش انه عملها وحش انا وجهه نظري انا ما لا يا كابتن انا ما بقولش انه عملها وحش أي. وما بقولش انه التفكير ده تفكير سلبي أي. لكن انا بكلمك في بعض المواقف اللي بتحصل بتغير فكرك من ماتش لماتش تاني مختلف تمام. النهارده راجل عايز يسجل برضو بيراميدز وكان بيلعب هناك قبل كده وجاي النادي الاهلي وهو دلوقتي في افضل حالاته وكمان كنا بنتكلم على المقارنات بتاعته ما بين لما كان في بيراميدز وجه النادي الاهلي النهارده برضو ممكن يكون فكره راح انه عايز يسجل هدف في جيم خلاه وده وضع طبيعي خد يعني بالك جيم خدهم يعني حاجه حاجه مش بالظبط الجيم خد اللعيبه خد اللعيبه خد تركيز اللعيبه يعني بالذات بعد الجون الثاني يا كابتن حساسهم بالظبط انه كل واحد عايز يبقى له بصمه كهربا دخل في وسط اربعه كهربا جت الكوره يبقى دي مشكله ودخل في وسط اربعه ما فكرش في الباص كان عايز يعدي من الاربعه ويعدي ويخش ده بعد ما جاب الجون. طب يا كابتن شريف احنا عندنا كمان يومين تقريبا سموحه خلاص نقفل خلصنا من بيراميدز نبص للماتش اللي جاي سموحه لو تفتكر الماتش بتاع الاهلي وسموحه يمكن تقريبا سموحه راحت للجول مرتين او ثلاث مرات بالكثير حتى الكوره اللي جت جول في الاخر كانت تشتيته من السردباك بتاع سموحه وراحت لحسام حسن وخدها وقدر يجيب بيها جول من اخطاء برضه. يعمل ايه النادي الاهلي وهو جاي طالع بعد يومين لسموحه في اسكندريه؟ بص حضرتك على حاجه احنا كنا بنتكلم على طريقه 4 3 2 1 اللي احنا بنتكلم عليها الطريقه دي سيبك من النقطتين اللي راحوا منك انت النهارده اكتسبت حاجات كتير قوي في الملعب تقدر تستفيد بيها كمان 48 ساعه. لا بس خلي بالك انا بتكلم في حاجه معينه. ما انا بقول لك انا بتكلم في حاجه معينه بتكلم على انت النهارده كسبان الماتش ضاع منك الماتش انا بالنسبه لي النقطتين ضاع منك الماتش. انت كنت وحش؟ لا كويس ما كنتش وحش بس متاثر نفسيا. لا هيقدر مستر موسيماني يتعامل اليومين دول ازاي ويطلع اللعيبه من جو ماتش النهارده؟ كل لاعب النهارده هيتفرج على نفسه او شاف نفسه او حس وكان موجود في الملعب عارف الشورتش فين عارف الاخطاء موجوده فين
ده اللي انتوا اتفقتوا عليه كله مش هيحصل تاني. الامان يبقى شكله عامل ازاي لما بجيب جول؟ لازم اغطي الجول وما اخليش الفرقه الثانيه في الجيم معايا. يعني ممكن ابقى كسبان 1-0 ولغايه الدقيقه 91 زي ما حصل معانا مع الجونه، باين الكره ثابته مع الجونه مع سموحه برضو يا كابتن. بس سموحه كده برضو سموحه نفس السيناريو بالظبط، نفس السيناريو من ضربه ثابته. ده بتاع الجون الماتش الجون المحله راحوا مر عليك مره واحده، وطبعا التحكيم خلص عليك في الماتش ده، واتغلبت ماتشات استحاله تتغلب. مش الماتش ده اللي احنا تعبناه بس، بل احنا النهارده انا كنت ببحث مع النادي الاهلي ده كيفيه دخول منطقه جزاء الخصم. انا شايف النهارده ان في تحركات من لعيبه، في لعيبه وقفت على رجليها كويس قوي، في لعيبه بتقدر تعمل عرضيات، في لعيبه اكتسبتها انت في الملعب كله. التوفيق وعدم التوفيق اللي اتكلمنا فيه كلنا، سيبك ان احنا بنحلل الاخطاء، في اخطاء ان انا اخش فيها جزء ده، في اخطاء طبعا اللعيبه كلها حاسه بالكلام. النيرف بقى بتاعك وانت رايح تلعب سموحه، كل اللي حصل النهارده ده هيبقى منصب في كلاعب بقى مش كاجهزه فنيه بس. انا كلاعب انا النهارده عندي ريفنج مع نفسي، مش مع سموحه ولا مع اي حد، انا عندي ريفنج ان انا انزل ادي ازاي في الماتش الجاي، هصالح جماهيري ازاي بالاخطاء اللي حصلت دي. فهو ده المفهوم اللي هيبقى مبسوس جوه اللعيبه بينها وبين نفسها ومن الجهاز الفني واللعيبه. واللعيبه عندها خبرات دلوقتي كبيره وداخلين على مرحله كبيره قوي، فمش مساله ان انا تعادلت مع فرقه زي بيراميدز. بيراميدز فرقه كبيره مش صغيره. صحيح. ان النهارده حصل لهم طرد وبقيت انت المسيطر على الماتش، دي حاجه سماويه النهارده، دي حاجه قدريه. انا شفته النهارده ده ما بيحصلش، كل دوري في اي حته في العالم بيحصل مره. يعني في اي حته، فانت ما تقلقش ان شاء الله. يعني التعامل مع فرقه سموحه باذن الله، وفي اسكندريه واللعيبه رايحه بمفهوم، انا لما ببقى متاخر ما بخرجش يا ايمن. ما كناش بنخرج من البيت. مظبوط. كنا بنستنى الماتش اللي بعده. صح. عشان ننزل ناكل النجيله. صح. عشان ننزل نعدل اللي حصل من كام يوم ده. فهي ده نفس اللعيبه دي، نفس الاحساس بتاعنا. صح. نفس الاحساس بتاعهم، وكلنا فاهمين الدنيا شكلها ازاي. بس انا مطمن ان انا النهارده عندي 2 و3 و4 و5 بيخشوا جوه منطقه الجزاء. انا ما كانش عندي كده من قبل ما نروح افريقيا. احنا كنا متاخرين، كان عندنا لعيبه مصابه كتير قوي زي معلول وحمدي فتحي، وده احنا كنا بنلصم في الفرقه بلعيبه مش اماكنها. مظبوط. فالمره دي الحمد لله انت موجود واقف على رجلك، ما فيش حاجه بتقدر تخلق فرص. يعني بتتهدد زي الفرقه الاخرى. صح. بتتهدد بكوره 2-3 ومن فرق كبيره ولعيبه كبيره. تراوري، عبد الله، الولد الصغير ده ابراهيم عادل، رمضان صبحي، هنقعد نعد لك في فرقه بيراميدز دي اسماء كبيره كلها. أيوة. على مستوى كويس قوي. انت كنادي الاهلي مطلوب منك، زي ما قال بلال، قال لي كلمه حلوه قوي، قال لي احنا مش مطلوب من هنا غير بريمو، احنا الاول. احنا طبعًا. لازم نكسب، ما عندناش حل ومفهوم تاني. صحيح. اللي حصل لك النهارده ده اعتقد الرياكشن بتاعه هيصب كله ان شاء الله الماتشات اللي جايه ان شاء الله، وبالتوفيق برضه يعني. صح. كل حاجه واللعيبه تهدى كده. صح. وبالتركيز اللي هم فيه يعني. طب سامع، طلع اللعيبه ازاي في خلال يومين من اللي حصل ماتش النهارده؟ هل هيبقى الكلام اكتر من مستر موسيماني مع اللعيبه بحيث ان هو يهيئهم نفسيا قبل ملاقات سموحه؟ طب مفيش شك، طالما المباراه بعد يومين يكاد يكون يعني التدريبات متوسطه واستشفائيه، فبالنسبه بالذات الناس اللي لعبوا يعني اللي ما لعبوش هم اللي ممكن يتمرنوا مثلا بكره كويس شويه، لكن الباقي ده كله معظمه مستشفى وكلام بقى ومحاضرات وعلى الاخطاء اللي حصلت ازاي، الفرص اللي بتضيع ازاي نستغلها، التعاون لو حد حس ان الماتش خلص وعايز يجيب هو جون وفي فرصه لزميله ازاي، يعني حاجات ماشي. بس طبعا الموقف اللي حصل ده بيحصل كتير وكلنا مرينا بيه كتير قوي يعني. مش 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 قضيه يعني، خاصه زي ما الكابتن شريف بيقول ان انت ما كنتش وحش، هو الاوحش انك تكون كنت سيء في المباراه. يعني بيراميدز اتعادل معاك وانت مثلا سيء في المباراه، لا انت اللي اضعت فوز كان في متناول ايدك وعدم توفيق في الكره الاخيره. مزبوط. فسهل جدا، لعيبه عندها خبرات كبيره يعني، حتى بدون كابتن سيد عبد الحفيظ وبدون مستر موسيماني طبعا هم اللي لهم الدور الكبير، لكن انا اقصد اللعيبه نفسها الكبار زي الشناوي زي السليه زي وليد سليمان، اللعيبه اللي عندها خبرات كبيره وشافوا مجرد بيقعدوا مع بعض بيتكلموا بتاع طبيعي جدا موجود ده في الكوره. و
التركيز بقى في ماتش سموحه، لانه هم كمان عندهم الخط الامامي سريع وخطر. يعني مصطفى فتحي، عبد الكريم الوادي، احمد عبد القادر، كلهم عندهم سرعات وبيلعبوا على الجون كويس، فما يبقاش اللعيبه رايحه بمفهوم يبقى فيه عصبيه واندفاعات زياده عن اللزوم بدون تفكير فتغلط اخطاء سهله. لكن ان شاء الله نقدر طبعا نكسب اي فرقه في ملعبها او خارج ملعبها، وبالتوفيق للعيبه الماتش الجاي. كابتن عادل سريعا، مستر موسيماني، الماتش الجاي لما اجي اتكلم على ماتش سموحه، السيناريوهين شبه بعض، يعني سيناريو ماتش الاهلي وسموحه والسيناريو اللي حصل النهارده، اكيد هيتكلم عن تلافي الاخطاء اللي حصلت من لعيبه النادي الاهلي النهارده. ما احنا اتكلمنا في الامر ده كتير يا كابتن، ان هو لا بس السيناريوهين شبه بعض بالظبط. ايوه انا عارف، يعني الخطا اللي هو المركب اللي حصل في المباراه بتاعت سموحه الاولانيه اللي خسرنا 2-1 في الدوري لو فاكر، برضه الشناوي طلع بره، كان طالع بره 18 كتير. مش عايزين برضه نتكلم على خطا لعيب، انما انا بتكلم على سيناريو مباراه. انا بتكلم على سيناريو مباراه، لا مش انا ما بتكلمش على خطا. اصله الخطا لما تيجي تعينه هيبقى هتعينه ان اللاعب اخطا، ما هو انت هتقول مين اللي اخطا؟ هو اللاعب اللي اخطا. يعني عايز اقول لك وارد في الكوره، وارد في الكوره انك انت لما تيجي تصلح انت هتصلح، مش هتصلح جماعي. أيوة. انت بتصلح فردي يا كابتن. يعني انا دلوقتي لما اجي اتكلم النهارده على الجون، انا المدرب في الوقت ده هجيب الفيديو، هجيب قفش الاول لوحده هوريه خطاه، وبعدين اجيب رامي هوريه خطاه، وبعدين اجيب الشناوي هوريه خطاه. ما هو الثلاثه انا بجيب افراد هم ده وده، بس انا مش بحملهم ان هم ما هو ياما كسبونا. ما هو الشناوي ده هو اللي مكسبنا بطوله افريقيا، والشناوي اللي مكسبنا الدوري اللي فات، ومكسبنا الدوري اللي قبله، وده محمد الشناوي لوحده بالامانه. يعني ده شالنا وشال مصر كلها وشال منتخب مصر. هو قفشه برضه مكسبك بطوله افريقيا تقريبا. الشناوي رقم واحد في معظم مباريات، هو الشناوي افضل لاعب في مصر في الوقت الحالي وافضل واحد في، لكن لما يخطا مفيش، عشان انت مش بتقلل منه لما واحد يخطا. لا لا ما بتقللش منه، بالعكس. لا لا لا، هي كره القدم فيها خطا، كره القدم مبنيه على الاخطاء. خلي بالك كمان، حتى الشناوي من افضل حراس المرمى في افريقيا، يعني ما كانش افضلهم. لا هو افضل حارس مرمى في افريقيا. ومحمد الشناوي، محمد الشناوي عنده ميزه، محمد الشناوي عنده ثقه في نفسه بالزبط. غير عاديه. انا بالزبط. ما بخافش عليه خالص، انا اعرفه وهو صغير. يعني ما انا كنت قلت لك ان انا من اسباب ان انا جبته في النادي كنت وانا بدرب الفرقه. لكن اللي انا عايز اقوله لك يا كابتن، انه انا بتكلم على الاخطاء. لو في ماتش سموحه اللي فات ولا في ماتش ده، المفترض ان موسيماني هيشيل كل الامر ده. أيوة. علشان يدي الثقه يا كابتن. بالظبط. بمعنى ايه؟ صفحه وانطوي. انا بلعب على دوري، طب ما طول عمر النادي الاهلي صح. مثلا في صراع الدوري، البطل دايما لما بيقع مثلا ماتش ولا حاجه بيقوم بسرعه. هو ايه الفرق ما بين قوه النادي الاهلي والانديه الاخرى في مصر؟ حتى المنافس بتاعك، ايه الفرق بينك وبينه انت؟ الفرق اللي بينك وبين المنافس بتاعك، حتى لو لا انت واثق انك انت بتكمل وبتكمل وبتكمل، عندك اداره واعيه جدا، ما بتزعلش قوي لما بيحصل لك موقف وبيبقى متزنه، ولما بنكسب حتى بنكسب بطوله افريقيا ما بنبقاش فرحانين قوي بالحاجات دي كلها. فعلشان كده بقول لك يا كابتن من الاخر، ان انا لا اخاف على النادي الاهلي. مباراه انتهت، ويشد حلو من الماتش الجاي، هنكسب كل المباريات اللي جايه، هناخد الدوري، وناخد الدوري اقول لك حاجه فرق اسبوعين ثلاثه او اربعه. كابتن بلال، كابتن عادل اتكلم عن ان مستر موسيماني هيدي الثقه او يرجع الثقه للعيبه النادي الاهلي، يرجعها ازاي؟ في خلال يومين. طبعا انت مفيش حاجه، يعني هتبقى حاجات بسيطه جدا. رقم واحد الاخطاء الجماعيه والفرديه تبقى حاجات بسيطه كده، لان ما عندكش وقت انك تشتغل عليها. رقم اتنين، انت بتتكلم معنويا بقى، معنويا هيتكلم مع لعيبه، وضعه طبيعي جدا. أيوة. انت النهارده ما خسرتش برضه، وكنت الافضل اثناء الجيم، فانت سيناريوهات الماتش اتبنت على خطا مش اكتر، اتبنت على سوء توفيق. يعني أيوة. انت النهارده النادي الاهلي كان افضل تكتيكيا، النادي الاهلي كان افضل في الملعب بشكل كبير، لا اضاع، هو اللي اضاع الفرص الاكتر، فرص كانت محققه بالنسبه له، احراز الاهداف للمكسب، ولكن في النهايه المباراه انتهت بخطا، وخطا واضح عادي جدا جدا، اي حد في الدوري بيخطا، ما فيهاش اي ازمه، ما فيهاش اي مشكله خالص. ولكن نقطتين، انت في سباق
الحصول على الدوري او في سباق الدوري او في سباق حصولك على لقب، انت خسرت نقطتين وانت لسه برضه خد بالك انت لسه اللي فارق، يعني لو كسبت كل ماتشاتك المؤجله انت برضه اللي فارق. ودي نقطه كده هيتكلم عليها مستر موسيماني، ان احنا ما زال النادي الاهلي هو اللي عنده الادفانتج، ان هو لو كسب الماتشات المؤجله هو هيبقى الليدر، هيبقى ليدنج على الزمالك بحوالي نقطتين تانيين. حتى لو تعادلت كمان هتبقى انت برضه ليك الافضليه. هيتكلم على الحته دي بشكل كويس مع كل اللعيبه. صحيح. وضع طبيعي يخرج اللعيبه، لان اللعيبه اكيد النهارده برضه متضايقه لانك ما كنتش وحش، متضايقه لانك كان عندك فرصه انك تكسب النهارده. صحيح. وما قدرتش تكسب. صحيح. هي دي الحاله اللي ممكن يشتغل عليها مستر موسيماني النهارده. الماتش اللي جاي مش اصعب من ماتش النهارده من وجهه نظر الشخصيه. أيه. تمام؟ أيه. هيبقى اصعب بس هتشتغل فيه معنويا. انت عندك طارع عند سموحه. صحيح. لازم تاخده، هتاخده الماتش الجاي. صحيح. ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ان شاء الله هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظرونا.